بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم مشاهدي قناة فدك وصوت العترة، وحياكم الله في ديوانيتكم الديوانية الفدكية. بالبداية نرحب بإخواني اللي راح يقدمون معايا ويكونون ضيوف علينا وأهل الديوانية الفدكية، اللي هو أبو شبر، مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير. حياكم الله. جمال سلام، مساك الله بالخير. الله بالخير، حياكم. أبو رضا، مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير أخوي عبد الله، حياكم. زين العابدين، مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير. حياك الله. هذا ضيف جديد من شباب هيئة خدام المهدي عليه السلام، اللي إن شاء الله يوم من الأيام راح هم اللي يشيلون الراية وإحنا راح نشيب خلاص بعد. نعم. زين. نعم. وإن شاء الله يوم من الأيام خلال هذه الديوانية راح نخصص لهم حلقة خاصة يتكلمون عن التحديات الشباب وشنو محتاجين وشلون يعني يحثون الشباب على الخدمة، خدمة أهل البيت عليهم السلام. راح يكون حلقة للديوانية لهم. بالبداية كما عودناكم نقرأ لكم دعاء هذا اليوم، اليوم الرابع، وبعدين نقرأ صلاة الليلة الخامسة. اليوم الرابع دعاءه: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. وعن رواية أمير المؤمنين عليه السلام في فضل صلوات الليالي في شهر رمضان المبارك، يقول عليه السلام: من صلى في الليلة الخامسة ركعتين بمئة مرة قل هو الله أحد، في كل ركعة 50 مرة، يعني ركعتين يقرأ 100 مرة، 50 مرة، شوف الثواب إخواني. صراحة ما أدري، لما نقول لكم بهذا الشهر العطايا تتضاعف أضعاف، وفرص تحصلها ما تحصلها في أي وقت ثاني. على قولتهم إحنا في بعض هني في بريطانيا، وهذه في ناس تنتظر الخصومات مال رأس السنة، المحلات تسوي خصومات توصل إلى 50%، ينتظرونها من سنة لسنة عشان يشترون. صحيح. لأن يقولون فرصة يوم واحد بالسنة. إحنا نقول لكم هذه فرصة، مو أي ديسكاونت أي خصومات، هذه عطايا الله جل وعلا. شوف شو يقول ثواب هذه الصلاة: من صلى، يقول فإذا فرغ من الصلاة صلى على محمد وآل محمد 100 مرة، شنو الثواب؟ يقول: زاحمني يوم القيامة على باب الجنة. الله صلى الله، يعني صلى على ركعتين. محمد ركعتين 50 مرة، 50 مرة قل هو الله أحد، يعني وتسلم وتصلي على محمد وآل محمد. ساعة ونص تقريبا. لا، وما يجي ساعة يا أخي. شنو؟ لا، ساعة كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كم؟ 15. نص دقيقة. هذه نص دقيقة، 15 ثانية في 100، 15 بالدقيقة كم؟ 4 مرات نقول. نعم. يعني بالدقيقة 4 مرات، الأربعين مرة 10 دقائق. زين. أي نص ساعة. هي ساعة. كلها ساعة. أي 10 دقائق الأربعين مرة. إحنا نبي نسوي كم؟ 100 مرة. 10 دقائق وعشر دقائق كم؟ 40 دقيقة يعني المجموع. أي أنا إحنا قاعد نقول. نعم. ويا دعيته ويا هاي ساعة. 20 دقيقة 80 مرة. نعم. 20 دقيقة 80 مرة. شلون واحد يقعد يحسبها مثلاً 50 مرة؟ مصباح أخذ وياه. مصباح وياه. أتذكر أنا الحجية. نعم. أمي مسكين هم ما تعرف شو تسوي، تصلي تحط قدامها أعواد كبريت. أي صحيح. هذه الكبريت. أي. تحط لها 100، مو صلاة الليلة، صلاة ليلة القدر 100 ركعة، وكل ما تخلص ركعتين تشيل لها عودين تحطهم مني وتشيلها، لما يخلصون يعني هي خلصت صلاتها. لا، انا اخلي لي ورقه وقلم واهجر خط، كل ما اخلص ركعتين احط لي خط. ما شاء الله. كل واحد خط يعني وخط وخط، كل 10 مرات اجز عليه، عندنا 10 واسوي جدول ماشي.
نعم. واحد يتعب ساعة يعني مثل ما نقول ونقول ساعة أهم واحد يبي تأمل وشوية وهي كل ركعتين نقول ساعة تزاحم رسول الله صلى الله عليه وآله على الجنة يعني أنت مع رسول الله تدخل الجنة يعني لا تنتظر هذه الأيام يقول لك في الجنة أيام يعني يوم تطاير الكتب ما شاء الله نعم أيام أهوال يوم القيامة يوم الحشر يوم يعني كل أيام كل شغلة يعني تخوف هذه كلها تتجاوزها وتدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوي عبد الله مو وحدك يوم القيامة أقوام قبلك وأقوام أجيال وأجيال تنتظر مليارات تنتظر دور وهذا بعد أنت إذا عندك شو اسمه هذا العمل تروح كالبرق تعوف هاي الواد وياك على قولتهم بهالوقت هذا صاعد نمبرجيني اي على طول اطلع قبل العده هذه اللي موديل 57 ظل عليك ما دام انت جبت اللمبرجيني وجبت الموديل 57 احنا اليوم موضوعنا هم يرتبط بهاللمبرجيني وهم احنا اليوم موضوعنا مثل ما وعدناكم امس هو موضوع مشاكل الزواج وما دام الاخ بشبر جاب لامبورجيني صج هالايام اللي عنده لامبورجيني بسرعه يلقى له بيزوجوا على السريع ولا عنده 57 يقعد يصف دور زين فاليوم ان شاء الله نتكلم على موضوع تاخر سن الزواج والعزوبيه تطلبات نعم. الاهل اي والمشاكل طبعا هذه واحده من المشاكل مشاكل الزواج واسبابه وشلون نلاقي له حل نعم زين ونتكلم على الأرقام الخيالية أرقام خيالية راح نعرض لكم إياها بأرقام طبعا بالإحصائيات آخر إحصائيات نسبة العنوسة نحن ناخذ فقط الوطن العربي وهو ترى مقياس نقدر نقول على باقي الدول وإحنا هذه نسبة العنوسة أو تأخر الزواج بالنسبة للفتيات يختلف من دولة لأخرى في بعض الدول خاصة البدو مثلا عندهم الوحدة إذا صار عمرها 20 وما تزوجت عنست عندهم بينما الحضر والمتمدنين لا عندهم 30 وما عنست لأن شنو المجتمع والعرف عندهم يقول أن هذه لازم تكمل دراستها ولازم تبني مستقبلها وتكمل فمخليه لك في الدراسات الافرج اللي هو معدل العنوسة وحاطينها في الوطن أرقام مخيفة بالملايين وشنو سببه أسباب مختلفة من دولة إلى أخرى منها احنا نركز أسباب مادية احنا نركز على أهلنا وأهلنا أهلنا الشيعة في مثلا العراق في الدول الشيعية بس قبل لا ندخل بالموضوع وهذه عندي أول قبل لا نبدأ شوفوا أول شيء الأرقام عندي صورة مقياس مقايسينها بالهيئات اللي تقيس نسبة تأخر الزواج سن الزواج في الوطن العربي فإحنا خلينا نشوف الآن اللي موجود إحنا شوف لبنان تتصدر هذه القائمة ب 85% نسبة عنوسة 85% من بناتها متأخرين على سن الزواج الإمارات 75 اللي هو العراق وسوريا للأسف 70% تونس 62 الجزائر 51 ما يعرف بالسعودية والأردن 45 المغرب ومصر 40 تعرفون تعرفون مصر ايش معناته 40 40% من نسائهم يعني عنوسة يعني 5 مليون 5 مليون عانس في مصر الكويت وقطر وليبيا 35 اليمن 30 والبحرين 25 البحرين 25 تعرفون بالنسبة لتعداد سكانها 25 تدرون 25% من نساء البحرين تعرفون 25 يعني كم بالبحرين يعني 50,000 امرأة لأن نساء البحرين بالتعداد اللي المتزوجات اللي يعني قابلات للزواج يعني هذه ربعهم 50,000 يعني 200,000 وحدة 25% منهم واصلين إلى مرحلة العنوسة شنو السبب أنا شوية أول شيء نفصل
نفصل دولة دولة. يعني احنا البكريين يعني عندهم اسبابهم الخاصة، ولكن احنا ممكن نتطرق لها زين، ولكن احنا نبدا بدولنا. انا احب ابتدي بالاعزائنا والغالين على قلوبنا واللي يفدوني ويفدون غيري، يفدون مقدساتنا ويفدون ديننا ومذهبنا وعقيدتنا، ابناء الحشد الشعبي. لاني رايت اكثر من مقطع لهؤلاء الأبطال في الحشد الشعبي يعانون من هذا الشيء، لأن في الحشد الشعبي فما يرضون يعطونه ولا يزوجونه، يقولون أنت مشروع استشهاد، تروح تموت تستشهد وما ترجع، كأنما هم القيمين والأولياء على عمر الإنسان، وهم من يقدر بأيديهم أن هذا الإنسان سوف يموت أو يقضي نحبه أو سوف يعود إلى أهله سالما. بالبداية إذا قدرت أن هذا الإنسان وهذا الشخص هو الأولى بأن تعطي وترخص له روحك وليس بنت من بناتك، يعني هذا الإنسان اللي حمل روحه على كفه وتقدم من أجل دحر النواصب ودحر هؤلاء الأعداء، أعداء الدين وأعداء الإنسانية والبشرية، إذا أنت ما تعطيه وما تقدمه في كل شيء، من اللي يعطيه ويقدمه في كل شيء؟ المفروض هذا الشخص، وإن احتملت أن تترمل بنتك من بعد، فهذا لها شرف وفخر وعزة إن كانت امرأة شهيد أو أرملة شهيد، ولا تتوقع أن الله سبحانه وتعالى سوف يتخلى عن هذه الامرأة اللي مثلا ناصرت هذا الشهيد أو وقفت بجانب هذا الشهيد أو عضت هذا الشهيد. أخي جمال، هو منين للعلم اللي أنه راح يستشهد هذا؟ عنده علم من الله؟ على احتمال أنه استشهد. لا، ما نقول هذا، هو هذا احتمال، على احتمال أنه استشهد. لا تتوقع أن الله سبحانه وتعالى يتخلى عن هذه البنت أو يتخلى عن أبناء هذا الشهيد أو مثلا، ولكن يعني المفروض يعني يعتصر صراحة قلبنا من الألم لما أشوف ولد شاب في ريعان شبابه حامل بندقيته على كتفه، ومثلا يتأوه لأنه لم يجد امرأة يتزوجها، أو الامرأة اللي مثلا من منطقته أو شيء هو كان يريد يتزوجها، وبمجرد انتسب للحشد الشعبي توقف هذا المشروع وأوقفوا عنه هذا المشروع. فهذا الظلم كبير لأبنائكم، لهؤلاء الأبطال، فيجب أن نرخص لهم أرواحنا وليس بناتنا. يعني هذا اللي حبيت أقوله عن أبطال الحشد الشعبي. أخوي جمال، يمكن ظهر أنت ما أخذ فكرة عن الحشد الشعبي وعن العراق. ترى اللي تفضلت به ممكن أكو 10% من العوائل تفكر به، وبالعكس الآن صار اللي بالحشد الشعبي حقيقة صار فخر، الكل يتمنى ينطي مرة. صحيح. يعني خليها أنا ببالك. حسب ما شفت بعض الفيديوهات من الأخوة، يعني تكلمت، فإذا كانت هاي مو ظاهرة فهي الحمد لله. أي لا، الفيديوهات شيء واحد يعني، ومن تروح على الحقيقة والواقع وتدخل داخل العراق فتبين لك. هي احنا مو هنا المشكلة، المشكلة هسه احنا دعك عن العراق، هاي الدول العربية مثل لبنان يعني نسبة العنوسة بها 80%، مو؟ نعم. يعني 80%، يعني 85%. ريد شوف شنو الأسباب اللي خلت أدت إلى هذا العدد يتصاعد ويوصل إلى هذه المرحلة. يعني نعم، طبعا كل دولة وكل كل حضارة لها أسباب تختلف عن الأخرى، ولكن احنا نطرح سؤال هني قبل لا ندخل بالأسباب. نعم. هذه من اللي يتفضل فيه الأخ جمال، احنا نقول وين يحب يوقف أبو البنت؟ نعم. لما يخطبون يعني في بعض الناس، سواء مو شرط الحشد الشعبي، احنا نقول حتى الناس اللي مثلا يخوضون ميدان الدعوة، مثلا ناس مثلا يسافرون، ناس متصدين، يعني هم معرضين دائما للقتل، معرضين للهجوم، معرضين شيء، متصدين في الدعوة أي أمر من الأمور. الأبو أبو البنت دائما ليش عند حد معين يوقف؟ أي أبو بنت مثلا، سواء
اللي رفضوا يزوجون بناتهم لأبناء الحشد الشعبي، أو رفضوا يزوجون بنت إلى شخص مثلا يشوفون أنه عنده مثلا نشاط دعوي مثلا كالرافضة. الحين احنا عندنا المتشيعين الرافضة اللي مثلا يخوضون في هذه التجربة، في ناس ما يزوجونهم. جتني رسائل كثيرة، شنو السبب؟ أن رافضي متصدي يدافع عن عقيدة أهل البيت سلام الله عليهم، عقيدة السماء، فما يزوجونه. وصلتني رسائل كثيرة من هذا الموضوع، شنو السبب؟ ونفس يقولوا اللي صراحة يثير الدهشة، أن نفس الشخص اللي يخطبون من عنده يؤمن بهذا النهج، اللي يرفض يزوج بنته لأحد منتسبي الحشد الشعبي مستحيل أنه ما يأيد الانضمام إلى الحشد الشعبي، وما يأيد القتال للدفاع عن العراق، وما يأيد أن الواحد يستشهد في سبيل العراق. طبعا يأيد كل هذه، يأيدها ويفتخر فيها، ونفسه هو يعني يقوم إذا يعني. ولكن ليش لما توصل مرحلة أن الزواج يوقفون عند هذا الحد؟ كذلك الإخوان اللي بلغوني برسائل إنه يقول لأن إحنا رافضة ومتصدين، وهذا نتقدم حتى من عوائل رافضية يعني، وعيال وبناتهم هم رافضيات، بس لأنه متصدي للمشهد. لأنه متصدي يقولوا له لا أنت إنسان يعني إحنا نخاف على مستقبل بنتنا معاك، نخاف على هذا، وهو نفسه تلقى برائي 100%. زين شنو السبب؟ شنو السبب اللي هني يوقف أبو البنت إنه يعطي بنته حق شخص يؤمن بدينه، ويؤمن يعني معتقد بدينه وواثق من دينه ومن أمانته، أنه يحمل رسالة لها، ولكن ما يبي بنته، يبي لها حياة تكون بعيدة عن التصدي، مستقرة يعني، بعيدة عن المواجهة. إيه تدخل المصالح وتدخل المجاملات والتفكير إنه إذا هذا كان الشخص لنفرض هو من جهة معينة، محسوب على جهة معينة، هذا الشخص منفرض نقول رافضي مؤمن، هذا ما أنطي لكون إنه هاني والله ضد فلان، وهذاك فلان يعني أنا عندي مصالح وياه وعندي تجارة وياه، وراح يصير زعل. هذا همين من الباب هم يدخل لي طبعا، هذا يدخل عليهم ومن هذا الجانب يعني، وبعدين يأثر صراحة، يأثر على العائلة. وأنه أنا حقيقة أعرف كثير من العوائل ما أنطوا الناس في سبب أنه اتجاه الديني تقليد، أصلا يجي إلى التقليد، مقلد لمن؟ إذا كان لفلان فهذا لا يا أبوي، هذا بعيد عنه، ما نطيل كان يا أبي، ما هو هذا شيعي رافضي أو مسلم، خلينا نقول بالدرجة الأولى، أو نقول مؤمن، فأنت ليش ما تنطي على شنو؟ والله على أنه تقليده لفلان وأنا تقليدي لفلان. زين هذا تدخل من هالباب، تدخل بعدين الماديات، أنه هذا إحنا تعرفون يعني، أنا واحد من الناس عن نفسي، أنا من تزوجت ما كنت أنا غني، الله سبحانه وتعالى بعد ما أكاد يعني غني؟ الحمد لله غني بالولاية والبراءة الله يرزقك مو؟ ما احنا حسادة ها؟ لا الله يرزق الناس ما احنا حسادة فقصدي يعني انه انت وين وين تفكر ماديات. انا طبعا حديثي كان قبل اسبوع، اكثر من اسبوع التقيت باحد الاشخاص هنا بعدنا بكنزبري، شاب عمره 25 سنة تقريبا، من اقول له انت متزوج؟ يقول لي لا والله يا ريت. اقول له زين شنو السبب؟ يقول لي خطبت طلبوا علي الافات، منين اجيبها؟ زين انت ليش تطلب علي الافات؟ هذا اللي منين يجيبها؟ هذه المشكله الماديه، انت على احنا كنا على موضوع واحد، راح ندخل على المشكله الماديه ان شاء الله. ايوه هو تفاصيلها الموضوع تشعباتها كبيره. احنا على خلينا على نفس موضوعنا، نفس موضوعنا، موضوعنا ان ليش عند المواجهة يقول لا اللي خلني على التل أسلم. نعم هذا كلام أبو هريرة لعنة الله عليه، يقول الصلاة مع علي أتم، والطعام مع معاوية أتم، والجلوس على التل أسلم. زين فليش يطالعون الشخص الرافضي، الناس متشيعين، ناس من أهل الإيمان، من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا المقياس، هو هذا مقياس الله، مقياس رسول الله، مقياس أهل البيت سلام الله عليهم. ليش الناس تأخذ مقياس الدنيا؟ شنو الفرق بين هذا؟ شنو الفرق بين المقياسين؟ أقول لك أخوي عبد الله، هذا من الناس اللي ينطبق عليهم
هاي المثل أو مثلين راح أقول. واحد من المثل يقول لك عض قلبي ولا تعض قرصي، يعني إذا شاف الأمور ممكن يأثر على حياته الاجتماعية وحياته المادية فيتوقف هني. أيضا مثل آخر اللي يقول قال المثل تعطني عطني أول كلمة وأنا تمالك شغل بس عطنا المفتاح بس سبحان الله لعنة الله على الشيطان الآن كنت ببالي، ولكن خلني أتعدى إذا ذكرته بعد شوي أقوله. أقول لكم قصة عن الإمام الصادق عليه السلام. أي أنه المثل الثاني أو المقولة الثانية أو أن الناس تقول بألسنتها ما ليس في قلوبها، يعني القلب على شيء وقول اللسان على شيء آخر. أحد أقول لكم هذه القصة، أحد الأشخاص أتى إلى الإمام الصادق عليه السلام، كان في زمن الظاهر الإمام كان متجه إلى خراسان، وجاء واحد من مكان ثاني لعله اليمن على ما أذكر إن شاء الله، إذا أو مكان ثاني يعني غير خراسان، يدعو. في ذاك الوقت كانت خراسان ليست موالية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فأتى شخص من خارج هذه المنطقة، يعني من خارج إيران بشكل عام، يدعو إلى الولاية لأهل البيت والبراءة من أعدائهم. فأتى شخص إلى الإمام صادق عليه السلام فقال له ترى في شخص جاي يدعو إلى الولاية لكم والبراءة من عندكم. فالإمام من أعدائكم والبراءة تستغفر الله من أعدائكم. فيقول لك الإمام أخذ الموضوع على محمل الجدية يعني بشكل متحمس، فضبط جلسة الإمام وقال له وهل تأثر به الناس؟ قال نعم، تشيع له تشيع لكم على يدي بضع نفر. زين قال والباقي؟ قال للباقي انقسموا على قسمان، قسم هم مؤيدين بس ما تشيع، يعني يقولون وهذا يتكلم كلامه صراحة زين، ومثل الآن اللي تشوفونه شلون يقولون عنه شيخ الحبيب ومنهجنا وهاي، والله كلامه زين وكلامه يتكلم بالحق وهذا كذا، ولكن بعد يعني ما احنا ما لنا علاقه نخاف. قسم الثاني لا رافضين. فقال لي الامام الصادق وانت من اي قسم منهم؟ قال لي شوف انتم المشكله زين مشكلتكم مع اعدائكم يا امام الصادق، انتم عليه السلام انتم مشكلتكم مع اعدائكم يعني مشكله عويصه، وانا ابغى اسلم بديني. ايه الدنيا مو دنيا، اريد ان اسلم بديني. الدنيا مو دنيا، انتم مشكلتكم على حكم ودنيا وما ادري شنو وهذا. ويقول الامام صادق يعني بهذا المنطق، الامام الصادق عليه السلام هو يدور وهو يبي يسلم ديني. يقول لك انا اريد اسلم ديني. فقال له الامام الصادق سلام الله عليه يا فلان، هل تذكر قبل ان تاتي الى هنا بشهر كنت ذاهبا للمدينه؟ قال نعم. قال لي وهناك قافلة بجانب قافلتكم للنساء؟ قال لي نعم. قال لي عندما حل الليل ونزل الظلام ألم تؤشر أنت تشير لتلك المرأة التي من القافلة الأخرى وأشارت لك تلك المرأة؟ قال له استر علي يا ابن رسول الله. قال ماذا؟ أستر عليك؟ أنت ما سترت على نفسك، فكيف تريدني أن أستر عليك؟ ألم تأخذ تلك المرأة المتزوجة في جنح الليل في ظلام الليل وفعلت بها كذا وكذا، أي زنيت بها؟ فقال فضحتني يا ابن رسول الله. قال أنت فضحت نفسك، أتتشدق أمامنا وتقول أنك تريد أن تسلم على دينك؟ تسلم على دينك في النهار وليس لك دين بالليل؟ في الليل هؤلاء الناس الذين يقولون بألسنتهم ما عكس ما في قلوبهم. فهؤلاء إحنا أناس مبتلين بهم في الحقيقة. نعم حقيقة هي يقول لك أنا ديني وأنا كذا وأنا هذا، ولكن إذا جيت في أرض الواقع وقلت له طيب
أنت لدينك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نعم. هذا دينك. نعم. أنت تيجي تقول لك والله عندك بيت ولا بتقعدها يمك؟ عندك سيارة؟ عندك سيارة؟ شكد تأخذ؟ شكد راتبك؟ عندك إقامة؟ عندك إقامة؟ عندك إقامة؟ صحيح؟ عندك إقامة؟ لا هي شوف وين راح مثلاً من هذا الباب ما يروحون مثلاً يقول لك لا أنا أعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأجعل ذلك لله. نعم. الله سبحانه وتعالى يدبر بعد هذه الأمور ما يعملون. يعني قصدك أن هذول الناس هذه النوعية يوقفون حد معين من الدين. نعم. من حد معين لما يوصل يتشدق بالدين. نعم. لما يوصل إن نفسه لازم يضحي يغير لازم يوقف. نعم. هني طق بريك أخوي عبد الله. شوف إحنا كنا بالعراق ويمكن الإخوان هم يتذكرون أنه حتى من تجي إذا تخطب مثلا من سيد هو سيد من رسول الله وتقول له أبا نريد بنتك أنت عامي قال لك والله أنا ما أنطي إلا السيد. يا أبي ليش ما تنطي إلا السيد؟ شوف السبب ماله أن أريد أكثر ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. زين هو رسول أو علوية ما ينطونها لعامي. نعم. علوية بعد زين. أعطيها للسيد. زين أنت إيش مدريك أنت أنه النبي ما راح يفرح بهذه الزيجة يعني بالعكس يعني هذا الله سبحانه وتعالى مثل ما قال أخوي جمال من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني هاي احدى الاسباب اللي كانت حقيقه صارت بها مشاكل. والاسباب الاخرى تيجي مثلا عندنا القبائل انا ابن عمها نهى عليها هاي معروفه عندنا ما ادري عندكم هم بالخليج الشيء اي هذه اي هذه يعني هذا سبور ثاني ان شاء الله هم انت تفصل فيه ونتكلم فيه اذا تحبيت. نعم. هذه من الاسباب. نعم. احنا اذا نبدا بهذا الموضوع ننهي من هذا الموضوع موضوعنا شنو إن الواحد يوقف إلى مرحلة معينة ويقول خلاص أنا هني أوقف لما الشغلة توصل إلى بنتي إني أزوجها يوقف. وترى على فكرة هم تصير بالشاب نفسه يعني في ناس يعني ولده لما يشوفه إنه مثلا يقول له تعال استر لك على واحدة متشيعة. نعم. وصارت عندنا بهيئة خدام مهدي عليه السلام يعني في بنات يجون متشيعين ومتشيعات وما لهم احد وترى البنت اخطر من اكيد يعني أكيد. البنت اذا ما سترت عليها زين وين تروح؟ نعم. الولد يروح يقعد بفندق عبد الله الخلاف يروح اي مكان مو مشكله ما عنده مشكله زين بس اللي سمعي يقول عنده فندق زين ولكن بيت العزوبيه زين بيت العزوبيه ف الولد ما في عنده مشكله وما عليه خوف بس البنت وين تروح؟ صحيح. فلازم تنستر اذا هذا يوقف نصيب ولده علشان لبنية متشيعة وما عندها أحد. هذه ترى على فكرة وفي صارت عندنا كذا مرة يراسلوننا موقع القطرة. نعم. وإيميل قناة فدك تقول أنا متشيعة بين أسرة بكرية وأهلي يضغطون علي أني أتزوج واحد بكري وأنا أخاف على ديني. هني إحنا ما نبي إحنا نتشعب هذا الموضوع ولكن نتكلم على الموضوع لما يجي دور الشخص مو دور أهله دوره أهو. ليش لما توصل للتضحية أنك تتزوج لك واحدة ما عندها أحد أنت تصير أهلها تصير أبوها تصير أمها ما لها أحد إلا أنت توقف هني. هذا سبب أن الواحد يوقف يوقف على التل أسلم. هذا شعار أبو هريرة مبدأ أبو هريرة. عندك إضافة أبو شبر حتى لا. ندخل على موضوع اللي تفضلتوا فيه القلاء المهور الطلبات يعني هو قصدك هو أنا أقول لك هو هذا الموضوع. نعم. طبعا هواي بي فروع وهواي شغلات يعني من مع الأسف من الشباب إحنا عندنا مثلا همين بالعراق من قلة المال وما يقدر على المهور قام هذا شغلة البدل يمكن عند اليمن يسموه شغار إحنا عندنا نسميه البدل أنطيك أختي تنطيني يسموها قصة بقصة عافية. نعم. أو البدل. نعم. زين أنطيك أختي وتنطيني أختك لكن بعدين من يصير زعل لازم الاثنين يرجعون. لا حول ولا قوة. أنت زعلت أختك لازم تروح لأختك. هاي خوفا من غلاء المهور خوفا من طبعا هذا المادية هي يعني هي ايه. بيها هذه همين شغلة يعني هذا قاعد نعاني منها المجتمع بصراحة. المجتمع خاصة احنا مجتمعاتنا دا نعاني من عدها. ليش؟ من كثرة المهور يا اخي. بس هاي طبعا قلت هي بالعراق ما اشوف لها يعني طبعا هو انا مثل قبل يعني اي
اي انا قبل الناس هي كانت هي ماشي هذا العرف اكثر شيء بالعشائر هي نعم بس هسه قلت هسه قلت يعني الحمد لله وشكرا هناك مهر للسنه مهر السنه يسمونه مهر الزهراء عليه مهر الزهراء عليه الصلاه والسلام الله وسلامه عليها صلوات الله عليه لو الكل عمل التزم بالقواعد اللي اسسها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اول شيء من ترضون دينه وخلقه ثاني شيء مهر السنه مهر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها الذي افضل نساء امتي أقلهن مهورا مهرا نعم أقلهن مهرا ولو التزموا لرأوا أن هذه الأسرة تنسعد ومثلا تعيش في رخاء ما يكون أقول لك شلون يجي الرجل مسكين يبغي يتزوج زين ما عنده كل امتلاك لحظة قاعد أتكلم على أي حضارة ترى كل حضارة تختلف عنها بشكل عام راح أتكلم بشكل عام غالبية الشباب اللي موجودين خلنا نقول مثلا في الخليج يبغي يتزوج التكاليف الزواج ما يقدر يقدرها براتب البسيط اللي يتقاضاه يعني راتب البسيط يدوب يعيش مثلا طول الشهر فدائما لما يكون مدخر ادخاراته ما تكون بهذا الكم يكون شيء بسيط المدخر لنا بينما مثلا الزواج يتكلف مهار يريدون من عنده شبكة يريدون من عنده شروط خمسة ما أدري إيش يسمونهم هذه هم يريدون من عنده يريدون من عنده حفلة للخطوبة يريدون من عنده حفلة للزواج يريدون ما أدري طبعا غير الانحرافات وتجيب المطربة الفلانية ما أدري المغنية الفلانية ما أدري الفرقة ممكن هذه تقول حالات استثنائية زين القاعة وما أدري شنو يريدون يسوون شو يسوي الرجل حتى يتزوج بهاي الطريقة يضطر يروح ياخذ لدين قرض من البنك يضل طول عمره زين أخذ قرض حملت أجر فوق بهرج في هذه الليلة بهرج أهل العروسة بهرج العروسة في هذه الليلة زين طلعوا أمام الناس بالصورة اللي هم يبغون يطلعون فيها والله البوفيه ذاك البوفيه العدل يريد الناس تحكي بيه يعني البوفيه ذاك البوفيه العدل اللي متسود جهنا أمام الناس ويبغي بوفيه محترم عدل كذا ما أدري شنو زين الناس بالنهاية تاكل تمشي إذا بالطفحة متروح تحكي عليك والله العروس كذي والله المعرشي المهم هذا الرجل بعدين يجي يعيش في دائرة الديون تصير حياته مضغوطة مين تيجي زوجته تكلمه بكلمة يتذكر الديون ديون ما له خلق زين ما له خلق الرجل ديون على ظهره والله مهدد بال إذا مثلا معظم شركات اللي موجودة الشباب يشتغلون شركات خاصة شركات أحيانا تصيدها ضائقات مالية وما أدري شنو تتأخر رواتبها فتتراكم عليه مثلا قرض شهرين أو ثلاثة يجي شهر واحد يخصمون عليه مثلا مال شهرين أو ثلاثة شهور يخلص كل راتب زين فيروح يضطر يتسلف من جديد حتى يمشي شهره ويمشي يومه تراكم عليه الديون نعم هذا بالنسبة للي عنده شغل زين اللي عنده شغل هذا ويقدر يتسلف زين فما بالك اللي ما يقدر يتسلف أنا أقول تبقى المشاكل وهذا أخوي عبد الله يقول لك زين أنا بدل ما يعني انظروها من ناحية عقلية بدل ما أكلف هذا الرجل هذا وأخليه على ظهر ديون أخليه عيش بنتي بعدين في رخاء بشكل ما يقصر عليها بشيء فلوسها حاضرة مثلا إذا أرادت تشتري لها شيء من السوق تشتري لها فستان تشتري لها مثلا شيء كماليات تشتري لها مثلا من الأطعمة الأغذية اللي بالبيت أضمن إن بنتي ما راح يقصر عليها شيء بينما إذا عرضت هذا الشاب لكل هذه الديون راح تتأكد 100% أن بنتك بعدين راح تقصر عليها أمور وتجي أبوها تصيح وتشتكي وتقول والله مقصر علي والله ما يعطيني كذي نعم. عليك ديون عليه ديون يا ناس يا جماعة يقول إحنا شكو نعم شوف أخوي جمال هذا اللي تفضلت به أقدر أقول يعني هسه حاليا موجود هذا شنو يؤدي بصراحة لو واحد يقعد يفكر هذا يؤدي أول شيء إلى انحرافات يعني هذه البنت اللي يجي أبوها يطلب من الزوج هذه طلبات وما يقدر يوفرها ويجي الزوج الثاني ويجي الزوج الثالث وما يقدروا يدبروها راح تؤدي إلى الإنوث يعني يصير عانس المرأة أو لا سمح الله تنحرف بغير طريق إحنا يا أخوان يا وجوه الخير إنه إحنا بصراحة نقول في عرفنا وتقاليدنا وعشائرنا انه اللي عنده دين يمسك على دينه يزوج بنته يخلص من امانه برقبته يحطها برقبه الرجال صحيح عرفت شلون وبما يرضي الله سبحانه وتعالى ما نقول روح حطيها بلاش لا هي مو ولا نقول احنا تعال اشرط
لا بيع وشراء تعامل بالدين مو بيع وشراء هي مو بيع وشراء رافضي تعامل بالدين اللي امرك به رسول الله مو بيع وشراء يا يعني انا اذا ضليت لازم اذا ضليت انا ما انطي بتي اليوم وباكر وعقبه محاسبه امام الله اولا محاسبه امام الله وبعدين اذا لا سمح الله راحت اذا غير طريق انا هم محاسبه امام الله نعم يعني بالحالتين انا المسؤول وبالعكس ليش ما اسهل الامر واخليها بدال ما اكو هواي عندنا حوادث صارت يعني بنات خطيه قتلوهن اللي نقول عليها راحت مثلا ويا واحد راد يتزوجها وراحت وياه او كذا او هذه فاجوا اهلها قتلوها بالنتيجه لانه يسموه عندنا بالعشائر غسل عار وما اعرف شلون وهاي السوالف فانا اقول الله سبحانه وتعالى يبارك بالانسان اللي يخاف الله واللي يخاف الله اليوم ترى ما يخسر يا اخوان وحتى لو ينطيها الفقير الله يغنيه نعم. الله يصدقوني يعني فقراء يغنيهم الله من فضله نعم يغنيهم الله من فضله لان يا اخوي ابو رضا اذا تزوجهم هو مثلا يخاف من المشاكل انت شنو دورك انت الاب الولد واب الام نعم الابوان اثنين مصلحان يكونون يعني يصلحون بيناتهم اذا كانت صارت بيناتهم مشكله لان هو اساس الزواج شراكه وتفاهم ومحبه يعني مو شغله مال ولا شغله فلوس ولا شغله يعني تجاره يعني شوف ابو شبر اخوي هنا بالضبط خاصه باوروبا يعني حقيقه انت الاب انا احكيها خلال تجربه وشفت هنا اشكال العوائل ما الواحد يقدر يفرض راي على بنته ماكو باوروبا احسن حتى الان بالدول العربيه تقريبا يعني تقريبا ولكن اكو موافقه يعني انت شلون تمهد للبنت انه يا بترى انت لازم بعد الله سبحانه وتعالى جاك عريس تحاول ام تقنحها انت تقنحها وكذا ليش انت تقنعوها يعني برضاتها احسن من باكر عقبه هنا احنا عايشين ما خلين يعرفون حتى اهلنا كلهم يعرفون هنا الدول الحريه باكر عقبه اذا سمح الله لا سمح الله طلعت من الطريق وجابت لها واحد افريقي واحد هندي واحد باكستاني شو اقدر اسوي انا ما تقدر احنا شوف حقيقه اذا واحد حتى كان افريقي وكان مؤمن اذا كان مؤمن ما بيها شيء اذا كان مؤمن كان من اهل واذا هندي ما عنده دين شلون وصارت بعوائل في نعم في احنا اذكر حتى واقع عندنا في البحرين ابن يعني عائلة معروفة وكذا ويعني حتى جيراننا يعني راحت البنت شطت تأخذ لها واحد كير بنغالي ما أدري كيرلا ما أدري شنو يعني ما عنده دين ما عنده دين أحسن. بكري لا. وما عنده دين وعائلة متحفظة أصلاً فيها شيوخ فيها منهم شيوخ من أبنائها وهذا فمتحفظة وما أدري شلون ليش لأن هذه البنت تأخرت على سن الزواج فبعدين لجأت إلى هذا الموضوع بعد شافت هذا بعد إياها في العمل وهذا وغير لا على دينها ولا على هذا من أحد أسباب تأخرها كان في الزواج ليش تلجؤون وهذا السبب سبب منه نعم الأهل نعم. أي شوف إحنا لما نتكلم على المشاكل ولما سألتك بالبداية على قلائل المهور وقلت لك تتكلم على أي حضارة قلت لك حضارة الخليج زي احنا لو نتكلم على باقي الحضارات ترى مصيبة هذا الشيء اللي قاله جمال هذا شيء يعني مال ناس حالتهم متوسطة ناس يعني عندهم احنا شوية نتكلم ايه تكلمت باللي احنا لما نقول لك في مصر مثلا 5 مليون عانس نسبة العنوسة في مصر يوصل 51% ومصر بالملايين 91 مليون ايه فشنو احنا نحسب نسبة النساء البالغات اللي يصلحون للزواج زين نعم فالمهم شنو السبب مصر لو تشوفون احنا من صغرنا نتابع مسلسلات مصرية وافلام مصرية وكل مسلسل مصري الشقة والشقة وين راحت الشقة وين يت الشقة والعفش لا خلي العفش الشقة الحين السكن الزوجية مصر شيء من الأحلام أكيد يعني الواحد ترى بمصر ما يهمك المهر والشبكة وهذه الأشياء أهل مو كثر السكن هذا شيء جيد شقق ساكنين هم أهل البنت هم يتكفلون بالمهر
والمصاريف الزواج، بس الشقة عليك. اي الشقة صعبة، يعني العفش ما عفش على قولته. لا يجيبون الاهل يساعدون اهل المرأة، لا كل على اهل المرأة صعوبة، لا هذا كله يقسمونه بين الزوج وبين المرأة. يعني في مصر أكثر على ما كانوا عايشين مصريين عندنا بالعراق، يعني يستأجر الشقة هو، يقول لك انت تجيب الشقة فاضي واحنا نجهز البنت. صحيح جهز، ولكن الشقة خطية ما عنده يجهز بناته وظلا ما يتزوجن. يعني هذه حلوه، هذا شيء جيد. يعني بايران نفس الشيء، هذا شيء جيد ان اهل العروس يتعاونون مع اهل المعرس، يعني اهل المعرس يوفرون له اللي يقدرون عليه، مثلا يساعدونه اذا كان عنده اهل، بعضهم مسكين يمكن يكون يتيم مثلا، هو يعيل عائلته اصلا. او عندي قصص كثيره من الاخوان اللي ترى شخص هو يعيل عائلته لأن يتيم ما عندهم أب، هو الابن الكبير مو قادر يتزوج. ليش؟ لأن واحدة ما ترضى أنه مثلا ما يرضون يزوجونه، لأنه هو يعيل عائلته، يقول لك روحي قاعد بنتنا ويا عائلته ويعيلها ويعيل عائلته، شلون راح يوفر رزق بنتنا وشلون وكذا وراح. فهذه مصيبة. يعني هل تريدون، لو تخيل حطوا نفسكم في موقف هذا الولد، هذا الرجل، يعني هل ذنبه أنه بار بأهله، بار بوالدته وبعائلته، أنه التزم من بعد وفاة والده بأنه يعيل أخوته الأطفال ووالدته ويؤمن لهم حياتهم الكريمة؟ يعني هل هذا عار؟ هل هذا ذنب؟ هل هذا يعني شرط من الشروط تقول له ما أريد أقعد ويا أهلك؟ إيه؟ يعني تشوف لي شقة بروحي. وإذا قعدها حتى بالبداية، إذا وافقت وقعدتها، يا تسوي له تقعد يعني لا ليلة ليل ولا نهار نار، إلين تقول لي تطلعني بيت بروحي. نعم. وتطلعني بشقة بروحي أو من هال أشياء. إحنا شوية بس إخواننا بنرجع شوية للخطوة إلى أسباب اللي إحنا تكلمنا على أسباب اللي هو ارتفاع المهور، راح هم شوية نتكلم عليه لأن هذا يعني في تفاصيل كثيرة. ولكن احنا نرجع على كل دولة وأسباب كثرة العنوسة وعدم الزواج وكثرة النساء اللي بدون رجال. لما نتكلم على العراق، العراق دولة بسبب حكامها الظلمة الملاعين من اللي موجودين الحين إلى القدم، ما مسك العراق إلا ملعون زين الحد الآن. أي والله. فهذا بسبب هذول الملاعين العراق دخلت بحروب كثيرة، والحروب تعرفون تحصد أرواح الرجال دون النساء. فهذا يؤدي إلى تراكم أعداد أو تكاثر أعداد النساء مقابل الرجال. حتى بدون كلامك أخوي عبد الله، أصلا هو في كل الدول أصلا نسبة النساء أعلى من نسبة الرجال إحصائية. كيف إذا صارت عندك حرب؟ كيف إذا عندك حرب واستنزاف للرجال ومن هذا عمليات تفجيرية وهاي الأشياء زين. فهو الأساس أصلا الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا بهذا الشكل، أنه عدد النساء أعلى من عدد الرجال، وهذه قصة ثانية إحنا راح نتكلم عنها شلون هو هذا. إحنا هذه قلل نسبة العنوسة، هذه ندخل حق الموضوع اللي راح نتكلم عليه الحين. إحنا نتكلم بالعراق فوق النساء اللي وصلوا مرحلة الزواج وملاقين يتزوجون واحد يستر عليهم، صار عندنا فقط هم فئة الأرامل وهذيلي زوجات الشهداء. يعني هذولي لهم صراحة حق علينا إن هذه مرة كل ذا. إحنا تكلمنا بالبداية على اللي ما يرضى يزوج بنته حق الحشد الشعبي والجندي في الحشد الشعبي، هذا الحين تزوجت وانسترت وجابت ولد والاثنين وراح للحرب، سواء مع الجيش العراقي، مع الشرطة العراقية، مع المدنيين المدافعين عن الأضرحة، وصار فيهم متطوعين المدافعين عن الأضرحة وصارت فيهم عمليات تفجيرية، وغيرهم من الناس ومن المشاية. صار عندنا أرامل، صار عندنا مجموعة من الأرامل، مجموعة كبيرة. العراق من سنة 2003 سقوط الملعون صدام لعنة الله عليه إلى اليوم هذا، مئات الألوف من الشباب العراقي راحوا، وقبلها حرب صدام مع الخميني راحم مئات الألوف. هذولا كل واحد عنده، يعني مو كل واحد فيهم شباب مو متزوجين، ولكن المتزوجين الأغلبية متزوجين، عندهم أرامل زين. الحين صار في العراق طبقة البنات اللي ملاقين يتزوجون، وأنا حسبت هني 70%، وغير يزاد عليهم طبقة
الأرامل. شنو الحل؟ شلون نوفق؟ بس أنا بقول أبدأ بهذا الحل الأول اللي راح نتكلم عليه، وأنتم بصفتكم عراقيين الإخوان، هل هذا موجود في الثقافة العراقية، العرف العراقي، يتقبل من المجتمع العراقي؟ وهذا لما نتكلم عليه في المجتمع الحجازي صار متقبل عليه، راح يتكلم عليه الأخ جمال، ولكن اللي هو تعدد الزوجات. نعم. يعني الواحد يشوف انه من يعني هو شاب وعنده يعني امكانياته زينه، وحتى الناس الحين الحريم يرضون باي شيء، خاصه اذا كانت ارمله يعني ترضى باي شيء، انه يعني واحد يستر عليها وبعيشه بسيطه يعني. فهل العرف العراقي، المجتمع العراقي يتقبل انه واحد يتزوج اكثر من واحده مثلا؟ نعم. شوف اخوي عبد الله، انت يا خوش تطرقت الى موضوع مهم جدا. في زمن صدام والحرب اللي صارت بين العراق وإيران والحرب الخليج، حقيقة خلفت آلاف من الأرامل، ولكن هذه الأرامل بصراحة كان سوقهم نقدر نقول ماشي. شلون ماشي؟ لأنه كان صدام ينطي للشهيد مبالغ، إذا متزوج زوجته تظل تستلم راتب وسيارة في ذاك الزمان، فكانت يعني ما تبين الأرامل، ما تبين حقيقة يعني في العراق. ولكن ازدادت الأرامل هسه في الآونة الأخيرة ضد هاي الحكومة الفاسدة، اللي أصلا اللي يروح شهيد يعني يقطعون راتبة، وإذا أريد يسوي معاملة تطول لها سنتين ثلاثة، إذا عنده راتب. إذن هذا هنا شنو كان صدام بصراحة؟ كان موفر أرضية للأرامل أن يتزوجها بسرعة، وكان أكو قبال يعني حقيقة. كان اللي شاب يعني يقول ما عنده ذيك الإمكانية، يقول أتزوج مرة شهيد تعيني، هذه عدها راتب شهري وعدها مصاريف وعدها كذا، والحمد لله والشكر، وعاشوا هواي يعرف يعني. أيوة صحيح. يعني هواي من شبابنا الزوجة والأرامل. ولكن هسه خطية، إذا هو ما عنده ويجي فوقها يأخذ أرملة ما عدها وعدها أطفال لازم يعيشهم، من يتقبل بها يا أخوي عبد الله؟ من يتقبل بها؟ يتقبلون. أنا الحين إحنا نتكلم بهذا الموضوع. إذا واحد قبل، نعم، العرف، إحنا نتكلم على العرف العراقي، هل يقبل بتعدد الزوجات؟ يعني واحد مثلا، هل المرأة مثلا، أول شيء المرأة طبعا مستحيل، أو شبه مستحيل، إلا ما رحم ربي. خنق المرأة هاي، إلا ما رحم ربي. فيهم لا إحنا راح نتكلم على عرف ثاني. نعم. وراح تشوفون شيء يمكن انتم مو سامعين عنه، راح يتكلم عنه جمال. ولكن العرف العراقي يعني خل المرأة، واحد ريال شوية شخصيته قوية ومو مشكلة يبي يتزوج واحدة ثانية، هل المجتمع يتقبل؟ خاصة إذا مثلا يبي يستر له على زوجة أو عفوا على أرملة يعني. نعم. مثلا نعم شهيد. نعم، هذه واردة يعني، أنه خاصة أكو هواي أعرف أنا من الناس المتمكنين يتزوج الأمرأة لسبيل أن يربي أطفالها ويحصل بي أجر وثواب، وهو متزوج ومع موافقة زوجته طبعا، بس هذا تكون قلة يا أخوي عبد الله، قلة الدول اللي متمكن ويقبل يتزوج يعني ويربي أطفال. ولكن أنت تقول لي مثلا العرف هناك عندنا بالعراق المرأة تقبل زوجها يتزوج عليها اثنين ثلاثة؟ لا، ما يقبل. بس خلينا نسمع أبو شبر بعدين نتكلم جمع. حبيبي أبو حسين، هي الظروف تختلف طبعا بالعراق، يعني ما نقيس عليه كعرف أنه هل العرف يخليه يتزوج أربعة. تجي تقيس الظروف اللي يمر بها الشاب العراقي والرجل العراقي، هو ظروفه صعبة، هو داخل من حرب إلى حرب، من حالة نفسية إلى حالة نفسية، يعني من أزمة إلى أزمة، فهو ما يقدر مثل ما تقول أنه يقدر على هذا الموضوع بكل سهولة، نادرا. يعني المشكلة قصدك من الشاب نفسه؟ لا، المشكلة من اللي هو كمجتمع، المجتمع ما يتقبل، المجتمع ما يتقبل من كثرة المشاكل أنه اللي عليه هو كرجل عايش بالعراق. يعني هو أنه إذا تسألني إلي يا با أنت تقدر تسوي هذا الشيء وأنا مثلا عايش بالعراق، اقول لك منين اذا انا اللي احصلهم يا دوب اسد حلوق ذوله. اي زين انا يعني منين؟ هي حاله اقتصاديه يعني. حاله اقتصاديه. شوف هو اكو مثل بالعراق يقول الزلمه العراقي اذا صار عنده فلوس ذن اثنين يشتريهن. لو المره لو تبقى تبقى يعني السلاح المسدس. ليش يا ابي؟ يقول لك عنده فلوس راح اتزوج، لو اذا ما اتزوج اشترى مسدس حتى يقتل له واحد حتى يفصل.
زين يعني اذا الحاله الماديه زينه ممكن يتزوج ثانيه؟ نعم نعم نعم, نعم هذا انا زين. الحين هذا الحين تعتقدون انه من اهم الاسباب والحلول يعني هل تعتقدون انه حل يعني ممكن يتطبق في العراق انه مثلا يصير عرف ويصير مقبوليه من المجتمع العراقي انه يحث على الزواج من واحده واثنتين وثلاثه واربعه، وهذا اللي حل الاسلام واللي وجد فيه حل لمشاكل العنوسه ومشاكل عدم الزواج؟ انا اقول لك اخوي عبد الله، المشكله غياب التثقيف في هذه الناحيه، ماكو تثقيف للمجتمع من هذه الناحيه. الناس مثلا في العراق او غير العراق خارج العراق مثلا معظم الدول العربية ما عندهم تثقيف لتعدد الزوجات، تثقيف من هذا الباب، يعني يقيمون ندوات، مؤتمرات، اجتماعات، يجمعون النساء فيها لتثقيف المجتمع في هاي. لو حصل تثقيف يصير قبول. ليش؟ لأن راح يشوفون أن الناس كلها تحكي بالموضوع، نعم، كلها تتكلم بهذا الموضوع، فراح يصير هناك أخذ وعطاء. مثل يشوفون المجتمع كله يتقبل أن يكون عليك زوجة ثانية. نعم. مثلا أنا بس بعطيك تتكلم على تجربة القطيف والإحساء ترى حتى الجزيرة المحمدية، حتى البكرية، نعم، هناك، نعم، صار عندهم هذا التثقيف والندوات. وأنا شايف عشرات القصص أن الوحدة هي تشجع زوجها على الزواج من وحدة ثانية. بسبب شنو؟ بسبب أنه صار عرف سائد، صار أن الوحدة ما تحس بنقص أو عار أن زوجها متزوج عليها. لأن مثل المجتمع العراقي ومجتمع نقول المصري والمجتمع السوري اللبناني المغربي، زين، لما تتزوج عليها تقول هذا ليش تزوج عليها؟ أكيد فيها شيء مو زين، أكيد هي ما قاعد تعطي واجباتها، يا إما فيها مشكلة. ولكن لما يصير ثقافة عامة يبين أن الواحد يتزوج زوجة ثانية لحل هذه المشكلة. نعم. اللي ما له حل، عندنا نسبة 2-3 مليون بنت تبي تتزوج وما في رجال كافيين للزواج، زين، وما والظروف ما تسمح، زين، شو عندنا؟ حروب، عندنا مشاكل، عندنا ناس مهاجرين. ف صارت ثقافة وتقبلها تقبلتها النساء والزوجات بالتالي. نعم. شو الثقافة اللي موجودة بشكل عام؟ قبل يقول لك ثقافة أن الشريكة تحر لو هي في القبر، هذه الثقافة اللي يوردونها للأجيال ويشيعونها بين النساء وبين البنات، أن والله شريكة لا أبد لا من هذا الكلام. بينما لو وعوا أن الله سبحانه وتعالى ما وضع للرجل أنه حق أن تتعدد عنده الزوجات مثنى وثلاث ورباع إلا للحاجة الاجتماعية لذلك. ليش؟ لأن هناك عدد النساء أكثر من عدد الرجال. في مثل ما تفضل أخوي عبد الله، صار في الآونة الأخيرة بعض المؤتمرات في الأحساء خصوص على وجه الخصوص، زين، إلى أنه يسوون هذه المؤتمرات، يجمعون فيها النساء، يكون هناك محاضرين يتكلمون عن الأسباب اللي يجب أن يتزوج من أجلها الرجل أكثر من امرأة لفك العنوسة عن هؤلاء النساء. يعني مثلا لا يوجد بيت يمكن كان هناك في، ليش تكلموا عنها؟ لأنه صار ظاهرة، لا يوجد بيت إلا فيه عوانس. نعم. زين، فقال لهم، يعني ألا أذكر أنا من إحدى المحاضرات، أنه لو أنت ما قبلتي أن زوجك يتزوج عليك، خالتك كيف تتزوج؟ عمتك، أختك، زين، كيف تتزوج؟ يجب أن تكون هناك ثقافة. وصار في الآونة الأخيرة في المجتمع الأحسائي أنه ثقافة تعدد الزوجات مقبولة، وصاروا حتى يقعدون ببيت واحد ماكو مشكلة. يعني ما عنده طبعا. احنا نقول انه حتى لو انحلت الازمه الماديه بالنسبه للرجل، مثلا غلاء المهور وهذه الامور والاشياء هذه، لو انحلت وصار مثلا الناس تعطي، هم تكون عندنا مشكله ثانيه انه تؤدي الى العنوسه، وهو ان عدد الرجال اقل من عدد النساء.
فيجب أن تكون هناك يعني خطوة إيجابية أمام تعدد الزوجات، وأن النساء تعرف أن هذه سنة إلهية وضعت لحل هذه المشكلة الاجتماعية اللي راح الله تصير. ما سبحان الله ما أحل شيء إلا في حكمة وفي يعني عنده علم باللي راح يصير. بس بعد وبعد تفضل عندك بعد شوف الثقافة هذه اللي صارت تفشت في المجتمع الأحسائي انتقلت شيئا ما إلى المجتمع القطيفي. ليش؟ لأنه صار قبول، صار هناك اجتماعيا قبلت هذه الظاهرة، رأى والله هذه الأزواج ثلاث متزوجين قاعدين في بيت واحد وما عندهم مشكلة ويظهرون مع بعض ومثل الخوات وعايشين وهذا ما في أي مشكلة. زين، فصار هناك قبول في المجتمع القطيفي، فلقيت مثلا في المجتمع القطيفي أيضا في صار عندنا هذه الظاهرة تعدد الزوجات. دليل على ذلك أخونا أبو أحمد اللي جانا من القطيف اللي جاب الخواتم الله يذكره بالخير، متزوج ثلاث ما شاء الله، ثلاث متزوج. زين، أخونا أبو أحمد وعايش من أحسن ما يكون والحمد لله، أموره متيسر لأنه أموره متيسرة فجاء لكل واحدة بيت. ولكن لو أحد ثاني، أنا أعرف كثير من القصص أنهم عايشين في بيت واحد وما في أي مشكلة نهائيا، لكن هذا يتوقف على المرأة. جيت تقول لك المرأة ليش يتزوج علي، أنا فيني نقص؟ نقول لها تعالي يا بنت الحلال، أنت أفضل أم أم البنين صلوات الله وسلامه عليها أفضل؟ هل تتوقعين أن أم البنين صلوات الله وسلامه عليها، طبعا ما أضرب مثل بالزهراء لأنها سيدة نساء العالمين والله سبحانه وتعالى لم يجز لأمير المؤمنين أن يتزوج عليها كخديجة صلوات الله وسلامه عليها، أمها أن رسول الله ما تزوج على خديجة لأن هي سيدة النساء، فيعني لا يجوز أن مثلا أنه مثلا تقارن أو تحط في مستوى واحد مع امرأة أخرى. بينما نقدر نضرب مثل بأم البنين صلوات الله وسلامه عليها، أم البنين شيء بسيط، أم البنين شيء هين، امرأة مؤمنة عابدة عاملة بالشكل، بالعكس أنها مثل يعني تشوفون شلون الروايات أنها ربت حتى أبنائها أن يكونون عبيدا للحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم، حتى أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أبو الفضل العباس يقول لك ما نادى يا أخي يا حسين شفت أدبا إلا ما سمع منه الحسين إلا على الرمضاء على نهر العلقمي، وإلا ربته أنه أنت إذا تأتي وتجلس أمام الحسين بعد ما تجلس ما درجلك ولا تجلس جلسة القرفصة. من هذا الحسين عليه السلام؟ فامرأة فاضلة وصلت إلى مراحل عالية من العلم، حتى عالمة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها. زين، مع ذلك أمير المؤمنين تزوج عليها بأكثر من امرأة، فهل كان نقص في أم البنين؟ المرأة اللي تفكر بهذا المفهوم أنه والله أنا فيني عيب ولا أنا فيني نقص حتى يروح يتزوج علي، مثلا أنا أجيب له أولاد، ما أني ما أجيب له أولاد مثلا، ولا أنا مو مقصرة في حقه أو ما هك. لا، المسألة مو بهذه الطريقة، المسألة هناك مشكلة اجتماعية لا تحل إلا بتعدد الزوجات. نعم، هو دائما يفكرون المنطلق من زواج الرجل بأكثر من امرأة أن الرجل هو يحب مثل نقول يحب النساء أو نعم. يحب يعني عنده نقص في هذا المجال، ما يدرون أنه في أكثر أسباب. بس عندي سؤال وجه لبو شبا، بعض الرجال لا يستطيعون مثلا أنه يوفق بين امرأتين أو ثلاث إمكانيا، يعني هناك طاقات، أنا طاقتي تختلف عن طاقة أخوي عبد الله خلاف، عن طاقة أبو رضا، عن طاقة كل واحد له طاقة. ولكن المسألة مو مسألة الرجل عندما مثلا يريد يسر على واحدة أرملة، تزوج الحمد لله بنت وصارت عند هذه البنت زوجة، زين، وأنجبت لهم أطفال، ولكن لقى مثلا في مجتمعه في جيرانه في محيطه هناك مثلا امرأة أرملة عندها أطفال تحتاج إعالة، تعرف ذيابة الناس، بعض نعم. الناس ذيابة ينهشون هذه المرأة الأرملة أو هذه المطلقة أو من الرجل ألا يعدل. زين، إيه، مو مسألة العدل بيد المرأة وليست بيد الرجل، بيد الرجل بيد المرأة إذا أيقنت أنها إذا أعطت الرجل حقه زين وما ضغطت عليه سوف يعدل. ليش؟
ليش الرجل ما يعدل اذا انت ما ضغطت على والله قعد عندي لا تروح البيت الثاني يعني هو لا ما ادري هي المره تقول لك انا شنو فيني تسوي له مشاكل اذا راح البيت الثاني فيريد يتقي شرها لانها الاولى مثلا فيقعد اكثر وقت وياها فيظلم المراه الاخرى المراه بيدها هذا الشيء بيدها ان الرجل يعدل او لا يعدل حتى المراه اذا شافته لا يعدل وهو شافته في جانبها مايل الى جانبها هي بيدها تقومه تقول له اعدل نعم اقرب للتقوى احنا بقول لك شغله بس ابو شبر يمكن يجاوبني ولا ابو رضا شوف احنا الحين تكلمنا على المجتمع القطيفي صار عندهم ثقافه حاليه ان قبول احنا نرجع بالزمن انا ابوي متزوج ثنتين وكان يعني ما في اي مشاكل زين وكان ايام ابهاتنا الكبار يتزوج ثنتين ما عنده مشاكل لانه ممكن المجتمع كان بسيط مثلا ممكن المجتمع بسيط كان والحريم عاد تتقبل بعدين لما صارت مثل الانفتاح المرأة تدرس وصارت مثقفة وتطالع التلفزيون وتطالع التمثيليات بالتلفزيون اللي يصير مشاكل فيه فصار عرف سائد عند النساء النعيب الوحدة يتزوج عليها الحين تفضل فيه بالمجتمع القطيفي والإحسائي رجع يرجعون العرف الثاني وصار مقبولية عند النساء إنه يتزوج عليها فهل صج مثل ما الحين قلت لك إن صج إن الحين عدم قبولية المرأة أن يتزوج عليها هذه الأمور الطارئة من الأفلام والمسلسلات نعم والمجتمع والثقافة الدراسة خلي يا أخوي أبو حسين هو شوف أنا قلت لك يعني هالزمن هذا هالوقت هذا يعني حسب الظروف اللي محيطة بالمجتمع سابقا كان هذا موجود عندنا يعني خاصة الأرياف العشائر والأرياف تعرف أنت كل من يتملك أرض زراعية كبيرة فكانوا يتزوجون ويتخلفون في سبيل انه ما يجيب يد عامله من برا وتساعده بالارض والزراعه والما شابه يعني عشان ذريه الذريه المجتمع المديني مثل ما يقول اللي عايش بالمدينه هذا كان نادرا بصراحه من الزمن الاول ومن الزمن الاول كان نادرا واذا كان موجود بالسر يخفي حتى من ايام الشياب اي يخفي انا اقول لك وزواج صحيح مو زواج يعني مثل ما نقول شلون ما كان لا زواج صحيح على سنة الله ورسوله وكتاب ومحكمة وسيد بس يخفي عن الزوجة الأولى ويستأجر لها بيت ويقعد واليوم عدها يعني السر بس زواج رسمي يعني رسمي نعم خايف من زوجته خايف مو خايف منه هو ماكو خوف شوف هو ماكو واحد يخاف من واحد بس هو يخاف من المشاكل من المجتمع يخاف من المجتمع ومشاكل وانه راح تقول لابوها وامها وراح يجيبون يتعيطوا له وليش انت سويت وش في ابني وراح تزعل هو هذا كله ما يريد في غنى عنه فلذلك قبل قلت لك يعني قبل كان المجتمع بسيط والامكانيه موجوده والاكل والخير موجود ما يعني موجود يعني مو صعب بس هسه بالوقت الحالي قلت لك انا الوقت الحالي وصعب ظروف حتى في الوقت الحالي اخوي ابو شباب ظروف صعبه شويه خاصه احنا مجتمعنا العربي هو هسه صار حتى في الوقت صار عندنا بالدول العربيه حقيقه الزواج مادي اكثر من ما هو انساني نعم صراحه يعني معروفه هاي يعني حتى مثلا لو تلقى عائله محافظه وكذا يجيهم واحد غني ومتزوج اثنين ويريد بيتهم هم ينطونه نعم وتلقى بالعكس إذا كان غني ينطونه نعم أنا جاي أقول لك ينطونه لو عنده ثلاث يعطونه بنت عمرها 18 سنة بعد بالضبط ينطونه شنو هنا المفارقة الفرق أنه هذا عنده فلوس وهي متزوج عليها اثنين ثلاثة بينما إذا جاء واحد بس عنده دين وعنده عايش على قد نفسه وما عنده زوجة هي الزوجة الأولى يطلعون بيه متعب نعم ويشرطون عليها شروط ما أنزل الله بها من سلطان صحيح فهذه هب سبب وبعدين أكو يعني أكو مسألة كلش خطيرة عندنا صارت أنا لاحظتها هسه بسفرتي على العراق نسبة الطلاق الطلاق قاعد النسبة تزود 100% هذا راح نرجع له من أحد هذا راح تفصيل خلني أرجع أنا هذه النقطة كامل. خلني أرجع لهذه النقطة اللي تفضل أخوي عبد الله الخلاف فيها بينما أول والده هو متزوج سنتين أنا أضرب لك مثل أيضا جدي أنا أبوي العود الله يرحمه تزوج ست نساء
كل ما تموت واحدة يتزوج مربعينهم مربعينهم لين ما ماتوا بالآخر. يعني اللي وعيت عليهم أنا عندي ما شاء الله خالات وخيلان من كثرهم ما أقدر يعني ما أضيع فيهم زين. فاللي وعيت عليهم أنا اللي موجودة الحين الله يحفظها زوجة مرت أبوي العود زين كانت هذه في لما كنت أنا موجود من صغير ويعني أشوف عندها هم شريكة اللي هي زوجة أبوي العود قبلها كبيرة في السن صارت ومشلولة انشلت وضريرة ماذا كانت تصنع هاي تيجي تاخذها تسبحها زين توضيها تقبلها للقبلة حتى تصلي تأكلها بهاي يعني تجيب الأكل تأكلها أو بناتها بناتها اللي يعني منها يجون يعني لما كبروا صاروا اللي هي خالاتي يعني صاروا يعينون أمهم في هذه الوظيفة. ما قالت إن هي والله شريكتي والله تحرني والله ما أدري شنو والله ما عندهم هذه الثقافة قبل. الحين مثل ما تفضل أخوي عبد الله خلاف ثقافة المسلسلات وثقافة هذه الموضات الجديدة وأنه لا أنا وحدي ما أحب أحد يشاركني في زوجي وما أعرف شنو من هذه عقدة الأنا والأنانية. ليش عقدة الأنا والأنانية خلفت عندكم مجتمع في عدد كبير من العوانس اللي عرض إحصائيات لهم أخوي عبد الله خلاف منهم خالاتكم منهم عماتكم منهم خواتكم منهم من أهلكم. أنت تقول والله يعورني قلبي عليه لما أشوف واحدة مثلا فاتها قطار الزواج وصارت عانس فك تقول لها تعالي أنت عورش قلبك عليها تعالي إنزين اسمح لزوجك مثلا يأخذ أكثر من واحدة. بالنسبة بعد أريد أعلق على نقطة أخوي أبو شبر يقول قبل كان المعيشة مثلا والأكل وهذا متوفر وسهل. لا الله سبحانه وتعالى يرزق كل نفس يرزق الطير ويرزق الحوت في البحر ويرزق الدابة هاي الصغيرة الحشرة يرزق كل أحد. أنت ابدأ أخطي وجعل مشكلتنا احنا هاي في كل شيء نلغي البركة الإلهية ونلغي الله سبحانه وتعالى وبركاته. احنا اذا مشينا على ما رسم الله سبحانه وتعالى لنا يفيض علينا من خيراته. اذا بنيتنا صافية انا لما اريد مثلا افك مثلا مثل ما احنا نقول بالعامية افك عوق هذه المرة مرة متعوقة ارملة او مطلقة مسكينة او عندها اطفال انزين أو فاتها سن الزواج ما تزوجت ومن هذا المجتمع زين بنية لله سبحانه وتعالى وأنا فقير وعلى قد حالي الله سبحانه وتعالى راح يبارك لك في رزقك. وعندنا مثل يقول اللقمة اللي تكفي ثلاثة تكفي خمسة. ماكو اللقمة اللي أطبخها احنا ناكلها ثلاثة أفراد مثلا في البيت حتى لو اجتمعنا عليها خمسة راح تكفينا ببركة الله سبحانه طبعا وتعالى. الله الحين بالقرآن يعني اللي يشك برزق الله الله قاعد يقول لك نحن نرزقهم إياكم. يقول هذه الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم إياكم. الله يقول أنا أرزقهم زين أنا أرزقهم زين أنت شنو قاعد يعني الله يقول لك أنا أرزقهم أنت ما تؤمن بالله يعني تكذب الله مثلا بسم الله عياذ بالله زين. هني احنا نرجع على موضوع العرف الحين تفضل الأخ أبو شبر قال لنا الواحد يعني نفسيا أن المجتمع يشوف يقول أنت هم حالتك ضعيفة وهم تبي تحط فوقها المجتمع قاعدين بذ شنو يحتاج يحتاج توعية. أنا أشوف حتى الواحد يمكن على المنبر يخاف يتكلم بموضوع تعدد الزوجات ويحث الناس على الزواج يخاف من ردة فعل النساء أكيد. زين النساء ليش عندهم ردة الفعل هذه؟ لأن مثل ما قال الأخ جمال الثقافة العامة اللي موجودة إن الوحدة اللي تزوج عليها زوجها عندها نقص مو زينة المجتمع يعني ينظرها نظرة سخرية مثلا. بينما إذا صارت ثقافة عامة الحين لما تكلم على أم البنين سلام الله عليها إحنا نتكلم على زوجات أمير المؤمنين يا أمامة بعد منو ما يعرف أمامة اللي وصت عليها الزهراء عليها السلام بعد قبل قالت تتزوجها بعد ما بعد ما استشهد زين أختها أمامة أسماء بنت عميس أسماء بنت عميس بعد أم محمد بن أبي بكر تزوجها أبو بكر أول شيء جعفر الطيار بعدين أبو بكر
بعدين أمير المؤمنين عليه السلام من خيرة النساء. النساء نعم زين؟ صحيح. زين هذه زوجات أمير المؤمنين عليه السلام وهذا هذا مجتمعهم كان. زين إحنا أنت مو أفضل من هذيل النساء. زين بعدين أخوي المجتمع يريد تعدد الزوجات بهاليوم، هو الأمير المؤمنين ليش كان يتعدد الزوجات؟ أريد أنوه أخوان اللي يتصل على هذا راح أسوي له حظر يعني حتى لا تزعلون من اللي يتصل لنا على الواتساب ما نقدر نرد يعني بالمفهومية فهموا أن احنا ما نقدر نرد بالبث المباشر على اتصالات فبعد إذا تتصل مشاركات فقط مشاركات عندي مشاركة رسائل. جيدة يعني جيدة من معاناة أحد الأخوان أريد أقراها لكم لأن احنا صار ما نقرأ المشاركات على تليفونك إن شاء الله نحاول نقرأها بس نريد ننوه للمخرج أنه يوضع لنا الفاتورة المتبقية لقناتي فدك وصوت العترة حتى الأخوة إن شاء الله يتفاعلون وعندنا تبرعات بعدين إن شاء الله نخصص لها وقت. يقول الأخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول طبعا مضوين الديوانية وحق أمير المؤمنين عليه السلام. أنا طالب تربية رياضية مواليد 93 من العراق لبيت النداء الديني وأني هسه مجاهد في لواء أبا الفضل العباس عليه السلام وتصوبت في سبيل الله وهسه قاعد بالبيت وأني راضي بهاي المشكلة إن ما حد مقدر والكل يتشمتون بي بدل ما يواسوني كله بصفحة مو مشكلة الشيعة بصفحة أني أحب بنت بنية الزواج يحب بنت بنية الزواج وإحنا علاقتنا شقد ما تقول طاهرة مختصر مفيد مقتدين بأمير المؤمنين والزهراء فداهم أمي وأبي بس أهلهم مو راضين ورحت عليهم ويقولون إذا جيت ثاني مرة نقعد الحمد لله نقعد نفصل وياكم وزين نقعد فصل وياكم اي فصل الظهر ما فصل عشائري احنا شنو ذنبنا يقول وفوقها يقول لي انت داعشي والله شنو يعني تركماني واسكن محافظة كركوك وهم في بغداد اتمنى تحجون بموضوع الاهالي اللي راكبين راسهم نعم هاي الأسباب الطائفية بوجه أمثالنا يعني هسه أنا اتدمرت والبنت اتدمرت وحياتنا جحيم بالله هذولا شيعة لو شنيعة أخوان إحنا لازم نفصل الحين هذه قصة الأخ مثلا هذه قصة واحدة نفصل من عندها نوعين من أولياء الأمور حتى ما نكون نتكلم على قصة واحدة وشنو طريقة علاجها إحنا نتكلم على المجتمع الديني والمجتمع اللاديني زين احنا عندنا احنا نوجه رساله نوجه حق واحد متورع متشرع يعني حاط الله قدام عيونه يراعي الله واهل البيت ورسول الله والزهراء عليه السلام امام عيونه احنا ما نتكلم على واحد يدور دنيا ما ندور واحد يدور طمع ما ندور واحد يدور الصيت والمنصب والاموال احنا ندور واحد خايف الله احنا لما يجيك واحد هذا ويهددونه مثل يقول عن شنو ذنبنا زين احنا نقول واحد نعكس الآية هذه ونحطها بموضوع ان ذولا اللي داخل عليهم ناس متدينين خايفين الله هل يحطون المعايير الدينية قدامهم ألا هذا مثل الشخص دخل على ناس يدورون دنيا مثلا الحين انا لما احنا تكلمنا على موضوع واسهبنا فيه نحاول نتكلم على واحد ممكن نعطي مجال لتعدد الزوجات بسبب الأرامل المطلقات المساكين العوانس إنه واحد يتزوج أكثر من واحدة يعني واحد مثلا عنده متزوج عمره مثلا 55 يتزوج لوحدة عمرها 42 شو المشكلة زين لأن الصغار ممكن كل ما يقدرون يتزوجونها زين فهذه اللي هني فهني صار الحين عندنا شغلة معاكسة شخص جاهد وحارب ودافع عنكم وعن عرضكم وعن نسائكم وعن بنتكم هذه اللي انتم مو راضين تعطونها اخر شيء لما يجيكم ما تعطونه يا اخي لله يردون يقعدون فصل يعني فصل هذا تعرف شنو فصل هذا الرجل فصل يعني مشكله هاي يقعدون عشائر ياخذون فصل وهم هم لا تنسى اخوي ابو رضا الجماعه هو رجل تركماني فيمكن ما ادري شيعي شنو تركماني لا هو هذه السياسه اللي تتكلم عليها ابو رضا وبعدين نصلحها السياسه انه تفضل خلي يتكلم انا دا اقول انه هو الرجل احتمال ما عنده
هاي ثقافة العشائر. احنا ماشي عندنا هناك من اريد اتقدم على بنية، انا اريد اتقدم على بنتك، اجيت انا وقلت لك يا با السلام عليكم يا ابو حسين، اريد انا طالب كريمتكم والي وانا همشوفني قدامك واي، والله انت ما تعرفني، قال لي اخوي انا ان شاء الله بس هذه اعطينا نفكر بيها. بعد تفكير يوم يومين ترد لي جواب بي الصديق يقول لي والله طلبك مرفوض معها. انا شو اسوي هنا؟ اروح اجيب عمامي، اجيب خوالي، اجيب عشيرتي، اجيب ساده وياي ونروح نمشي على هاي الوادم. هذا هو هو هذا ثقافتنا العشائريه بالعراق، نمشي عليه نشوف شنو الاسباب انه هذا رفع. هو اذا بسوى هاي الخطوات انا متاكد يعني يصير تاثير، لكن اذا هو ما مسويها ومن باب انه انا والله كنت بالحشد الشعبي ورحت تصوبت ولازم تعالوا شوفونا انا بطل وتعالوا تطوني، وهم صاير انه ليش هم رافضين الا فصل الفصل. ما ندري التفاصيل، ما نعرف وجوز تفاصل. وجوز هو رايح والولد ايه وداق الباب يعني ايه جاي من الباب، واحنا نساعده بهذه الامور يسمعنا حتى يفتهم من عندنا، لان انا اعرف المجتمع التركماني مجتمع مغلوق عائلي، يعني بس بيناتهم عوائل ما عندهم هذا مثلنا يعني بالجنوب هذا الأرياف والعشائر والتنشي. بس هو التركماني ترى هو شيعي، يعني احنا ما نقول جاي من غير طائفة، أنا ما أعرف من غير طائفة حتى مثلا، بس لا هو يقصد عاداتهم وتقاليدهم تختلف عن عادات العشائر. هو ما فصل الولد هاي البنية منين من عدهم. احنا بقول لك شيء، احنا لما نتكلم على أول شيء هذا نفصل فيها نتكلم فيها إن الواحد هني هذا ترى مشكلة، يعني إن الواحد لما يجي تقدم لواحد من جنسية مختلفة من لغة مختلفة من حضارة مختلفة يقضب الباب إذا ما شاته شلاق، خاصة العرب، خاصة العشائر، خاصة أهلنا عندهم عار إن واحد يزوج بنته مثلا باكستاني حتى برضه قطها أول شيء بعدين صلح إنه شنو قال ياخذ له باكستاني ثم أفريقي. لا لا لأن لا ما لأن متعودين على هذا ثقافة ثقافة أهلي ثقافتنا إحنا زين ثقافتنا إن الواحد إنه شنو باكستاني أفريقي بدون دين إيه لا إيه هذا إيه هذا اللي إحنا هني اللي نفصلها ايه نبي نفصل هذه الكلمة حتى لو باكستاني بدون دين شنو يجيك فايدة؟ واحد أفريقي يحد يزوج أهله أفريقي لا زين واحد أسمر جاي أبو خنافير وما شنو ولكن رافضي 100% شيعي يحط على راسه من يتزوجه زين الثقافة مو موجودة الثقافة الثقافة إحنا لا نتكلم أبو جرضة لا تقعد تقول أنا أحط على راسي ما تزوجون مجتمع ما يرفض مجتمع يرفض انه يرفض انه يجيك واحد افريقي تزوجه ليش لا يبا احنا نزوج اهلنا يجيك واحد باكستاني ما تزوجه انا اعرف واحد من خيره الناس يعني زوج افغاني احنا ما نتزوج افغان لو يجيكم واحد تزوجونه ما تزوجونه يعني احنا مثل ما قالوا احنا نقول لك شوف انت اذا صار يعني صار الافريقي حتى لو عنده دين واجاني بس هذا يختلف عني 180 درجه احنا بشكل عام الشيعة الرافضة تقاليدي. احنا الشيعة الرافضة بشكل عام في اي بلد في اي مكان في اي محافظة في اي دولة تكون تقريبا عقائد يعني ثقافتنا تتقارب بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ليش؟ لأنه هذا الإنسان الشيعي الرافضي يتربى على ما علموه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فعادة الثقافة تكون متقاربة. الله يعني رسول الله ما عنده حكمة عندما قال من ترضون دينه وخلقه، ليش ما قال من ترضون عرقه؟ ليش ما قال من ترضون قبيلته؟ هذا عرف هذا العرف ماكو عرف إيه العرف هذا إيه من لو تكلم على الأعراف نتكلم على الأعراف خاصة أعراف أهل العراق مصيبة هذه أسسها عمر العرق والعرف والمدرشينو هذه جاهلية ثانية احنا لو نتكلم على أعراف العراق خاصة من العراق ومو بس العراق أهم ما يعرف بالسعودية وفي بعض القبائل الكويت في كفر نعم كفر مو 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 دين أصلا مو دين كفر يكفرون بس ما يدرون يمشون الكفر يمشون الشرك بالله على موضوع العرف والقبيلة والشرف يعتبرونها من الشرف طبعا ها موضوع أنا ذكر مرة ذاك اليوم صار واحد خطب له واحدة زين هني حتى بلندن زين مانشستر مو بلندن زين خطأ هو من لندن خطب له واحدة من مانشستر تزوجها عقد عليها بس ما دخلوا زين ما تزوجوا يعني ما صار عرس ولا شيء ومعطيها مهر فبعدين غير رأيه
غير رايه، رايه غير رايه ما هو الخطبه اصلا هل لهذا المجال؟ غير رايه بدل ما يصير اولاد وانفصال. شلون غير رايه؟ صارت قاعده وصار فيها ولد عمي اتذكر، يعني هو الريال المذروب قاعد زين قاعد اشرح المذروب اول حل المشكله زين المذروب شنو المذروب يعني المسنع معدل اللاقف زين المهم ولا لك عليه شنو يتدش يحكم حكم يعني هو اللي يسمعون كلامه ايه؟ حكم يرجع لها يرجع سوري المهر ترجع ياخذونه تاخذه كله يروح عليه المهر يروح عليه صحيح وفوقها يدفع فلوس صحيح فوق المهر يدفع فلوس هو بعده خطوبه هو بعده هو عاقد بعكس الدين هو عاقد هو متزوج لا عاقد متزوج انت قلت عاقد ما دخل ما دخل ما له علاقه الدين يقول لك ما علاقه كيفك انت مو الشرع مو رسول الله صلى الله عليه واله حبيبي زواج صار ما صار صار زواج ما صار عاقد ما دخل عليها العقد شنو يعتبر احنا نتكلم كلام اهل البيت احنا كلنا عندنا ثقافتنا تعرف شنو لا لا اعرف جاي اقول ايه انت الحين شنو انت بتأيد ولد عمي مثلا لا لا مو أيد ولد عمي هذا المعروف عندنا انه انت سويت عليها غايب وحاضر صح لو مو صحيح ايه ودفعت انت هسه اجيت فسخت العقد ايه انت تتحمل مصاريف لا 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 شنو اذا ما دخل رضت انت هاي عندنا عندنا احنا قاعد نسولف عن العرف اي عرف هذا انت قاعد تأيد العرف بس مو كلام الله هذا لا لا استغفر الله انا ما اقول كلام الله جاي اقول العرف هذا هذا العرف اللي احنا نقوله لا بالبدايه انت بطريقه انك قلتيه حتى بالمحكمه بطريقه حسستنا ان انت موافق زين الان من تروح للمحكمه اذا لم يدخل بها يرجعون لك كل اغراضه مهره كيف الحين انا اصلا احنا بالشريعه بالشريعه يعني الخطوبه ليش دقيقه الحين انا جيت كجمال سلمان لك انت ابو رضا ما تعرفني ما اعرفك ما اعرف بنتك انا ما عمري شفتها زين جيت تقدمت لك خطبت بنتك من عندك زين انت وافقت صارت الخطوبه الخطوبه هذه الخطوبه العقد يعني احنا ما عندنا خطوبه بدون عقد خطوبة يعني عقد نعم. زين صار العقد بنية الخطوبة بعد 6 شهور بعد 7 شهور ندخل اللي هو الزواج أو شيء ما أشبه من هذا هذه فترة الخطوبة فترة تعارف أنا لو ما عجبتني البنت أنا ما كنت أعرفها ما شفتها ما أعرف أخلاقها ما أعرف هذا من قبل ما أعرف هي شنو ميولها أنا شنو ميولها تتوافق وياي أو ما تتوافق قبل العقد قبل العقد ما عندنا أنت ترضى أني أقعد مع بنتك قبل العقد ما ترضى هو شنو تقعد أنت جاي سائل على بنتي وسائل علي يلا جيت قدمت لي السؤال شيء أخي. واحتكاكي بها شيء اخر صير زوجتك بس مو داخل عليها السؤال اسال مثلا البنت ملتزمه البنت مثلا من عائله طيبه البنت ما عندها مشيه بطاله هذا السؤال قانونيا حقوقها كلها تاخذها اخويا جمال لحظه من اجي اتعرف عليها من اجي اتعرف عليها ثقافتها غير ثقافتي انا اميل الى هذه الميول هي ميرا انت عقدت تعرف شنو عقدت هذه عندنا بالعرف يعني زوجتك اي خلاص خلاص كمل العرف مالك حلالك زوجتك اي حلو كم إيه حلالك زوجتك انت ما دخلت بيها دخلت هذا شهاده لا هذه غير ايش دعوه يعني ما له علاقه في ناس تعقد غير صار بيناتكم خلوه شرعيه لو ما صار العقد خلوه شرعيه شنو صار لو ما صار شنو يعني انت اسمح لي اسمح لي لا دخله واحد هسه ابو خلوه شرعيه شنو تقصد يعني دخله واحد دخله واحد عقدت عليها إيه؟ انت خلوه شرعيه غير اخذت المره وخلوه شرعيه غير طلعوا انت وياها ابو رضا اسمح لي طلعت انت وياها هذه شو يسموها قدام الناس شو يسموها الناس اللي تشوفك لا 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 بس هذا ما دخلت بيها شوف بقى بس شغلة الزواج إشهار عندنا ترى هذا الزواج إشهار فقط لا ما عندنا غير الحين لا يوم الزواج يصير نتكلم على الشرع نتكلم على الشرع الشرع هو المقياس الدخلة دخل فيها ولا لا وحتى في شغلة وفي ترى على فكرة في تفصيل بهذا إن عقد عليها وسووا العرس ودخل بس ظلت بكر إيه؟ هذه يرجع نص المهر اللي انا اشوفه إيه؟ اللي موجود زين بس اذا بعضهم يكون بعض النساء موجود في لها تفصيل في لها تفصيل إيه اصلا ما تفتح الا عند الولاده بعضهم نعم بعضهم تفصيل شرعي بهذا الموضوع خلي احنا هذا بالتفاصيل احنا علينا بموضوع انه شنو بهذه الطريقه يصير يرجع له هني حكموا انه يرجع له ويدفع فلوس فوق قلت لهم لا ما يصير يرجع لا ما الحكم يدفع لا لا ويدفع فوقها هذا حكم العرف زين قلت لهم يا شباب انتم تبون حكم الله ولا حكم شنو قالوا لا شنو شلون تركها هذا اكيد راح بعد باكر يقولون فيها عيب اكيد هذه يعني خلاص انعابت يعني اذا دفع لها عدل العيب يعني يعني لا خلاص دفع لها وهذا يعني تعويض مثلا تعويض شنو لا
المهم قال خلاص لعابه البنيه شو لعابه ايش بطيخه انت قاعد تحكم قلت له تحكم انت بشرع الله ولا بشرع شنو قال احنا بشرعنا يختلف يعني شنو يعني عندكم شرع موازي للدين يعني مو دين الاسلام يعني دين عندكم دين العشاء دين يختلف وهذه سالفه ان ننزلها من البعير شنو نزلها بنت عمي بنت عمي بعرسها انزلها من البعير يعني قهوة كان يصفونها على البعير كانوا زين 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 صاعده متزوجه رايحه للتراتي لا انا اريدها بنت عمي نزلها من البعير نزلها من البعير صاعده زين رايحه لبيت زوجها رايحه بيت زوجها وطقطقه وكل شيء وانتهى زين خلاص راحت انت بتدخلون يدخلون عليه تحت علي انت بنت عمي انزلي 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 ما تكملي ينهى عليها نهوة شنو نهوة هذا بالله منو منو اللي شرعت عمر ابو بكر شرع ابو هريرة شرع هذا بداية المجلس بس انتم حضرتكم قلتوا خليها ناجلها هذا يتفضل اي يعني هذه العشائر اللي قلت بها هذه ابن عمها ينهي عليها فهذه بعد اهلها يبتلون بلوى لا يقدر واحد يتقدم لها ليش لانه هو يهدد ويصير قاتل ومقتول ويا ما صارت خذ زوجها اي عمها ما يرضى يطهيها شنو هذه اي عمها ما يعلقها خو ما يرضى ينطهيها. انا عندي بنت واجا ابن اخوي ما عندك يريد يتزوجها ما عندي خلنا خدمه هسه انا ابسط لك اياها هذا ابن اخوي انا اشوفه ما ملتزم ما ارضى انطي مره أيه؟ هو شي يجي يقول انا نهيت عليها ويعلن انا ناهي عليها بعد اي واحد يتقدم لها يصير مقابيلي انا اللي يرضوه نعم ماش بايرضى اكو هالشي ناس يعطونها فلوس عشان شلون هاي نزلت من البعير نفس النهي هاي نهي بيوبل هذا السنه قبل الزواج يقول هذا نهيت عليها اي مجتمعات الجنوب موجوده وعندنا بعد نوع ثاني اللي يسموها فصليه ما ادري سامعين بها او ما سامعين فيها هذه هم اذا صارت اطلابه ما اعرف شنو فصليه هاي اذا صارت اطلابه وانكتل واحد مثلا من عشيره الفلانيه وقعدوا عشائر بعد ما يرضون ياخذ منهم مره حتى ينطوه مره فصليه يسموها مرات عشر نسوه هاي المره هذه موجوده حتى بالاسلام عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذا احدى اسباب تعدد زوجات رسول الله لاكثر من اربع الله سبحانه وتعالى اباح له انه يمزج بين العشائر من يتزوج منهم حتى يقولون نسيبنا بعد مثلا لما يقتلون تختلف عنها ويقتلون يقتلون من مثلا المشركين ساعات هذولاك لما يدخلون الاسلام الضل ما الموضوع لا هي الضل قلبهم شيء على المسلمين بس الرسول يتزوجون منهم العفو الرسول ما كان فصلي ابو شبه كان يتزوج من العشائر لغرض حتى يدخلهم الإسلام لا مو يدخلهم الإسلام لا 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 هم بمقابلة في حرب الآن يقولون لا تناسبنا ناخذ شرف أن نحن مناسبين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تصير منا نسيبنا اخذ من عندنا نوالي زين ليش حاربهم ليش حاربهم هو ليش حاربهم هم حارب هم ليش حارب ضد الإسلام خلاص يعني شنو مبتغى مبتغاهم يقول لك أن أنت اللي تقول على الفصلية الفصلية مالتنا الفصلية هذا كاتل خلنا أشرح لك إياها الفصلية مالتنا هي طبعا نفس الفكرة نفس الفكرة يعني شوف إذا ما انطيت فصلية هاي الفصلية شو راح تخلف راح تخلف أطفال منو خوالها إحنا خوالها زين عرفت شلون إيش راح يصير راح يصير بيناتنا بس إذا بطيب أنا أقول زينة نقول دم إذا تحل المشاكل هذه إيش راح تولد بالمستقبل تولد تآلف بين العشيرتين لأن صار بس يعني شغلة حلوة أنت قلتها من شغلات الزينة ولا المزينة هي مو زينة شنو اللي يعاملون المرأة معاملة غير إنسانية لأنها فصلية نعم فصلية وما له حق تتكلم وما لا إذا بهاي الطريقة ما يصلح لا لا هم هالشكل عندنا هاي بالعراق وهذا الزواج ما القصة بقصة نفس الشيء يعني تنطيني أختك وانطيك هذه كلها شوف العادات والتقاليد لما تدخل على الدين وما حدده الدين الشارع الديني من أمور لا بد أن يكون فيها مشاكل لا تتوقع أن شيء يدخلون على الدين ويمشي أوكي يعني صار زين لو نرجع نرجع لأول من سوى هذه الشغلات وخرب مشاركات يعني نعم عندنا مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله أذاب الطبقية وأذاب العنصرية والقومية وزوج حتى الحرة من العبد زين اللي طبعا مع اللي هاي اللي تكلمنا فيه من شوي واحد مثلا نعم. خال ولا واحد من افريقيا ولا واحد أي. ما يرضون يزوجون هذا رسول الله اذاب كل هذه الامور اذابها احيوها جاهليه وزوجوا يعني العرب من العاجم وصار ما في فرق ام اسلام بس لما رجع عمر سوى طبقيه جاهلية. ما في مثلها اللي العربية ما تتزوج القرشية ما تتزوج غير قرشي وحتى يعني خلى طبقية في الزواج
يعني هذا ما يتزوج هذا، هذا يتزوج هذه. احنا ممكن يقول يتزوج الاعجميه ولكن العربيه ما ياخذها اعجمي وغير. هذه صارت سنه عمريه، وللاسف هذه السنه تفشت في المسلمين وقام يتوارثونها ابا عن جد، وصلت حتى عند الشيعة اللي تفضلوا فيها بالبداية أبو رضا اللي قال، وصلت حتى عند أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم. إن السادة ما يزوج، عندي أعرف أصدقاء من العراق يقول العلويات صار عمرهم فوق 40-45 سنة وقاعدة بالبيت، ليش ما في سيد يجي يخطبها؟ يخطبوها غير سادة طردوهم. زين هذه انتوا السادة اكثر مني المفروض يمثل سنة رسول الله صلى الله عليه واله، تمثلون سنة عمر، سنة عمر هذه. زين انتوا قاعد تمثلون سنة عمر، معمول بي موجود موجود. اعرف شاب عندنا هنا شنو ذنبه مثلا قاعد يا اخوي كشمر، اقول لكم هاي الرسائل حتى ناخذ شوي مشاركات، وايضا نخبر المخرج يتصل على شاعرنا ابو عمران، وفقط تنوه مخرجنا لشاعرنا ابو عمران عندنا، لان مداخلات من الجزيره المحمديه مداخلات أن صوته كان غير واضح في الحلقة الفائتة، فتنوه له حتى يكون صوته واضح. الظاهر لا يخلي تلفونه سبيكر أو شيء وهو يقرأ، فحتى يكون صوته واضح إن شاء الله. بس نقرأ هذه، هاي شيء جيد. رسالة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا وحيد عند أهلي ومتزوج والحمد لله. زوجتي تقول اتزوج علي وما همني شيء، ولكن بعض النساء تتكلم عليها، تتكلم على زوجته يعني، وتمنعها من هذا الشيء وتتراجع عن قرارها. أرجو منكم الرد على هذه النساء، تقول حكي الناس هو اللي يمنعها، وأنا أتمنى الزوجة الثانية لأن أنا وحيد عند أهلي. هو رجل وحيد أهله ويبغي يكثر عائلته نسله، نعم يتزوج من أكثر. زوجته راضية ما شاء الله، بس يقول لك يجون يسوسون في أذنها النساء: لا انت شلون ترضين، شلون تخليني اتزوج عليك؟ تقول تراجعت من إيه على ما يجي. شوف في مثل مصري يقول لك: الزن على الودان امر من السحر، اكثر من السحر. لما الحريم تمسك، هو هذا احنا قلنا العرف، العرف انه يحسس المراه ان اذا تزوج عليها انها ناقصه. عندي هم عندي حاله قبل فتره، شخص زوجته ما تجيب عيال ويبي ذريه. زوجته ايش قالت لي؟ قالت له: يا ابن الحلال انا موافقه، وهي خطبت له والله كذا مره خطبت له، بس شنو مسكين ما توفق لحد الان يدور زوجه، لان ما خطبه ليش ما توفق؟ لان المجتمع ما يتقبل ان هذا على ذمته مره وياخذ مره ثانيه. نعم. شنو اشترطوا عليه بعض العوائل اللي خطب من عندهم؟ قالوا له طلقها، مع انه هني مجتمع، هني المره مكفوله من الحكومة هني. نعم. يعني ما في تقول واحد على قولتهم يموت جوع، يساعدونه بالسكن، ولا تسوي عليها فضل، ولا تسوي عليها فضل، هي بروحها معيشة نفسها. زين لا يساعدونها بالسكن، يعطونها راتب كل شيء، مع أنه بهل مجتمع وهم قاعد يأذون يأذون الشخص ويمنعون اللي أحل الله، ولا هو يبي عيال، يبي أولاد. نعم. زين وزوجته راضية جزاها الله خير. نعم. وإحنا نحييها بهذا الموضوع. فهذا بعض، حتى بقول لك بذكر لك اخوي عبد الله بعض الحالات من النساء. شوف يعني بعضهم بالفعل لما نقول ناقصات عقل، طبعا بس يزعلك بعض النساء، بعض النساء بعض النساء، بعض النساء ناقصات عقل، عندها زوجها ممكن تكتشف عنده علاقه غير شرعيه تسامحه. زين بعد فترة ممكن تسوي له شوي مشاكل، شوي ضوجة، شوي إذا مو متدين طبعاً. إي طبعاً تكتشف عنده علاقة غير شرعية، رايح مثلاً مصاحب له أكثر من واحدة أو واحدة أو أكثر من واحدة، عادة اللي عندهم علاقات غير زوجية غير شرعية يصاحب له أكثر من واحدة. ما شاء الله. ما عندها مشكلة، لكن تتزوج علي لا. شوف شلون. لا على طار الزنا هذا يعني تشوف عند زوجها مثلا حاجه شهوانيه اكثر من العاده، يريد عنده هذه الحاجه، يريد يقضيها الى درجه انه ممكن عندها انه يروح مثلا يزني ولا يزوج. ما عندها مشكله، ولكن ما يتزوج عليها، ما تخليه يتزوج عليها.
تتزوج علي أهد لك البيت وأسرق الله ماخذين حريتكم وتحكون تزوج ما تتزوج أنتم ناس حساب هو أنا أقول هذا أكل سفر جلو تكلم ما جبنا سفر جلو اليوم أنا أريد أبي أسولف لك هاي السالفة قبل ما هاي المشاركة على سالفة هاي ما جبنا إلا برضا أبو شبر ما في غيرهم لو في غيرهم شوية زين أنا ما عدي مانع منطيني أنا موقعيني موقعيني وقايلين ما أعتقد الله انا اخوك لا 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 طيب اذا جيت للديوانيه ما كنت ما جيت سمت تجي بس خاف الثنين اخوي سالفه هذا واحد يسولف من هالعماره يقول انا زوجت البنت حلال يقول الحمد لله وجبنا الطبيخات وزفونا وجبنا الناس وصفقه وغنى وارتاحين والحمد لله وشكر تزوجنا يقول بعد سنه ما صار قسمه خلفه ماكو يقول بدت المشاورات ايش معنى وش معنى وليش ماكو خلفه وليش ماكو خلفه وشلون وما يقول قلت لهم ابويا احنا راضين احنا الزوجين راضين هي راضيه قسمتها وانا راضي انتم شو عليكم ماكم دخل بويا لا 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 لا, لا. يقول هو ما تجي عمه من الرجلين الاهل والام والابو وامها ابوها الى ان وصلت الها انه المره كانت ساكته انه ابويا اثروا عليها يقول لك انت ليش تقعد احنا قاعدين وليش ما هذا ما عندنا ظن وما شنو روح تزوج هي تقول له قالت له تتزوج والمرأة انا اشوفها لك قالها بعد بويا شافينا شر هذا الشيء ما نريدها ما شنو قالت له ابد راح شافت له وعده قالت له هاي انا اللي اريدها تجي تصير شريشتي وياي خوش يقول همين اتفقنا وعزمنا العماره كلها وجبنا الوادم وقعدنا يقول بالحفله بالعريس يقول دخلت على المره وقرلوش وما ادري شنو ها طب ما شو الا ظلمه الدنيا الوقت فتحت عيوني لقيت انا بالمستشفى يابا قرايبي واخوتي يمي ومرتي يمي قلت يا مره شنو صار؟ قالت ها والله عدينا انا ترى شفتها صعبه والله وشفت الصخيره يمي ورقعتك على راسك بيه يقول من ذاك اليوم ما طقتها برماني يقول من ذاك اليوم سموها ام صخيره طقت الرجال على طاري هذا وحتى بعد ان شاء الله يعني كلهم مو كلهم اخواني يلا خير تفضل على طاري هذه المواضيع والارامل عندنا رساله تقول السلام عليكم انا اختكم في الله ام نمر انا من الاردن وانا طالبه نعم. طالبة مساعدتكم أنا أرملة وعندي أيتام صغار فإن إذا أحد من الأخوة المؤمنين في الأردن يتواصل ويانا على هذا الرقم إن شاء الله نقرنا في الأخة أم نمر قد إن شاء الله يستر عليها وعلى أبنائها الله يستر عليها إن شاء الله, تعالى الله يستر عليها ويسعدها إن شاء الله يحاول يوفر لها المساعدة رسائل كثيرة طبعا أخواني يعني ما نقدر ما دام قبل 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 اقرا تبرعات إيه؟ عندي تبي تقراهم انا اقرا تبرعات على ما تجهز يلا اقرا تبرعات لعندك تو الحين وصلنا تبرع من الاخت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو من الشيخ الحبيب الدعاء لي ولزوجي شهاب التوفيق في دراسته ولابنتي دعاء بالحفظ والحمد لله ربنا وفقنا بركه اهل البيت من قمنا تبرعنا القناه الله فرجها عنا والحمد لله الله يفرج الأخت عنه فاطمه جزاك الله خير تتبرع 200 باوند الله يفرج عنك وكذلك الأخت أم حسن تتبرع بمبلغ 1000 باوند هم جزاها الله خير الجزاء الله يرحم والديها وتقبل الله أعمالها إن شاء الله الله يرحم والديها وهني الأخ رشيد يتبرع بمبلغ 40 باوند جزاه الله خير الجزاء من كندا وهنا تبرع من الأخت أم زينب من المغرب هذه لا عفوا هذه تقول وجبة فطور لخدام المهدي عليه السلام وتقول يعني للفطور هني جزاها الله خير ما نحسب هذا زين هني تبرع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرجاء قبول مشاركتي الشهرية لتسديد فاتورة القناة في شهر مايو 2016 أرجو منكم الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل وتسجيلي في زيارتكم العمرة بالنيابة أبو علي من تاروت الله تقبل أعمالك يا أبو علي وجزاك الله خير الجزاء وفي ميزان حسناتكم زين هنا تبرع 500 ريال من فاعل خير الآن وصل لنا جزاه الله خير وهنا تبرع من أم مرتضى الزركوشي من وكيلنا أبو حسين من الكاظمية 50,000 دينار عراقي جزاهم الله خير الجزاء وتقبل الله أعماله جزاهم الله خير الجزاء وهنا نعم هني نعم بعد خلنا نقرأ الأخت أميرة السيف مبلغ 90 دينار بحراني جزاها الله خير الجزاء وتقبل الله أعمالها
اقرا اللي ابو 50000 دينار عراقي، اقرا اللي عندك على ما اجمع التبرعات اللي عندي. اي بقرا التبرعات اللي عندي، بس بقرا هذه الرساله في صلب موضوعنا جيده. يقول الأخ: السلام عليكم يا خدام المهدي، نورت الشاشة. أئمة البكرية في تونس يدعون أنهم من السنة وهم يخالفون السنة، فهم يفتون بأن تعدد الزوجات غير ملزم، وفي حين كثير من النساء المطلقات أو ظروف أخرى لم يجدن سبيلا إلا الانحراف. هذه سنة البكرية يبغونها عوجا، لعنهم لعنة الله عليهم. بقرة التبرعات اللي عندي، بس لا تتصلون، ما راح أمسك هاي التلفون. السلام عليكم. طبعا من وكيلنا أبو حيدر الكاظمية، جزاه الله خير، يقول: السلام عليكم أخي جمال والأخوة الحضور. أم أسامة $100 تطلب عقد الراية. أخوان يمكم الراية يا حسين محمد، الراية يمكم عقد الراية اللي أقول. أم أسامة $100 تطلب عقد الراية. نهى الكاظمي 50000، وسعاد السوداني 10000، الحجية صبرية الكاظمي 10000. سلامي إلى الأخ عبد الله والأخ أبو رضا، يسلم عليكم أبو حيدر. خادم الزهراء أبو السلام. محمد 30000، محمد الشبوط 10000، ميساء من خانقين 10000، أم ياسر من ديالة 10000. إيه هذه التبرعات اللي عندي فقط. نعم، عندي تبرع من الأخت ليلى من الكويت 200 دينار كويتي. ما شاء الله، جزاها الله خير الجزاء، بارك الله فيها وجزاها الله خير الجزاء. ونعم هني خلينا نشوف. نعم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الأخت مديحة المنصوري تمر بظروف، تطلب الدعاء وقدولها راية أبو الفضل العباس عليه السلام، قدولها الراية لقضاء حوائجها. الله إن شاء الله يقضي حوائجها ويبارك فيها ويبعد عنها كل شر وكل سوء. العموم مع الخصومات هذه نزلت فاتورة قناة فدك وصوت العترة، أظن باقي كم المبلغ هذا؟ 7530. شوف هاي تجربة أحد الأخوات، يقول: يا أخ جمال، أخوي أراد أن يتزوج امرأة ثانية، تقول: أقسم بالحسين، ذهبت زوجته إلى ساحر وحولت أخي إلى وحش. نعم هذه صحيح، يعني دمرت حياته، بينما كان ممكن تستفيد من عنده لو تزوج الأخ، ممكن على الأقل تستفيد من عنده نص لها ونص للثانية. هذه صحيح، بس راحت دمرته نهائيا بفعل السحر والسحرة. احنا اخواني ترى هذه لما تسوي المرأة وتوصل الى مرحلة جنونية بسبب زواج زوجها عليها، ترى هذه احنا تكلمنا عليها بالبداية، ونرجع مرة ثانية وقال تجربة المجتمع القطيفي والإحساي، هي مشكلة المجتمع والعرف اللي يرى أن المرأة اللي يتزوج عليها هي مرأة ناقصة، مرأة لا، بالعكس والله بها فائدة، عندها مشاكل، ينظر لها نظرة سخرية، ويعني حتى نظرات النساء ويطالعوا لها بطريقة غير يعني سواء بالبيت سولفين طريقة يعني يحسبونها أنها مثلا هي والله عندها طبقة متدنية من النساء. يعني شنو شغل أنت طبقة أقل من عندنا؟ فهذا اللي يسبب كل هذا. أنتوا لو تخلون نفس الوضع وتخلون هذه التجربة الإحصائية موجودة في العراق في الكويت، يعني إحنا تكلمنا على موضوع وكنت أبي أفصل فيه، ولكن طبعا تشعبت الأمور من موضوع ندخل الموضوع. نعم. إحنا بالبداية لما عرضت لكم النسبة العوانس. حط لنا الصورة مرة ثانية محمد جواد، وشوف أنتوا الحين لما تشوفون هذه النسب يا جماعة، نسب خطيرة. كل دولة تختلف ظروفها عن الثانية. مثل خلي أقول لكم مثلا الكويت ليش نسبة العنوسة فيها؟ لأن الطلبات الكثيرة والبيت والمهر والشروط الكثيرة السبب الرئيسي في العنوسة. مثلا إحنا نشوف المجتمع اليمني مثلا ليش في نسبة عنوسة. اليمن ينظرون للمرأة خاصة المتعلمة، المجتمع ينبذل لأن مجتمع شوية عندهم متدني التعليم فينظر. عندنا مثلا المجتمع المغربي، خلينا نقول المجتمع المغربي، المغربيات لأنهم نظروا شافوا أن نسبة العنوسة كبيرة، فالبنية قاعد شنو تطالع أن تشوف تعدل مستواها التعليمي وتظل تتعلم أكثر وأكثر وأكثر حتى ممكن يكون عندها فرصة للزواج أكثر، فيطوف عليها
قطار الزواج زين. مصر مثل ما قلنا لكم مصر عندهم هذه المشكلة الأزلية اللي هي الماديات والشقة خاصة مع التضخم في عدد السكان في مصر والسكن الصعب والشباب يذهبون في السنين يقضونها خارج مصر لتوفير إمكانيات ومصاريف الزواج. أخوكم أبو طه القصاب يسلم عليكم ويطلب دعاء من الشيخ وعقد الراية. نعم خلنا نأخذ الشاعر معنا. أبو عمران سلام عليكم. أخون ألو. أهلا أخونا أبو عمران. السلام عليكم. حياكم عليكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. أخوي أبو عمران بس جاتنا انتقادات أن صوتك أمس كان غير واضح فرجاء أنت تخلي سبيكر وتنزل التلفون لما تقرأ القصيدة. فلا تخلي سبيكر خلي التلفون يم إذنك وأنت تقرأ القصيدة حتى يكون واضح صوتك إن شاء الله. إن شاء الله. نعم إن شاء الله واضح. نعم. كان لي قصيدة البارحة بعنوان بالأستاه عن معاوية واليوم لي قصيدة بعنوان طيب النفوس فلكم أن تختارون أخوتي الكرام. تفضلوا قصيدة اللي ما قرأتوها يعني. حاضر عن معاوية. أحب أن أنبه عن أمر بسيط عن الموضوع حلقة اليوم. تكلمتم أخوتي الكرام عن أعراض في مجتمع بكري وليس مجتمع الرافضي. ما هي النهوة وما هو الغلاء المهور وما هي الأرامل والمطلقات لهم نظرة. هم الأعراض البكرية في مجتمعهم انتقلت إلينا. فيجب أن يتم طرح حلول رافضية بإنشاء مراكز للتزويج مثلا كبيت مال المسلمين، الحث على الزواج والتشجيع بالإمداد على الناس أن يعرفوا بأن الله سبحانه وتعالى متكفل بأرزاق الأطفال والنساء. أنت صفي نيتك وتزوج واتكل على الله والله يتكفل بالباقي. إذا أين هو الإيمان؟ هذا مجرد ملاحظتي البسيطة أخوتي الكرام. نعم جزاك الله خير. القصيدة تريدون قصيدة معاوية لعنة الله عليه الأستاه؟ لا اللي قرأتها أمس بعد لا تقراها إذا عندك غير. لدي قصيدة عن طيب النفوس وليست عن أحد معين في كبراية أو كولاية مثلا. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعض البشر يفز خافجك لطاريها وبعض البشر تحشم نفسك من لحاها والنفوس اللي تحسب انك من الطيب شاريها وتظن ماكو مثل هالنفوس في غراها وهي من ساس الردى تاليها هذه الدنيا ودروسها ومن تبول من كلاها والاصيل يلي لفعايل الخير في البحر راميها في معدنه طيب ما تحصى في نفس وما سواها خله عضيدك بين ناسك خله عضيدك وبين ناسك عاليها والخوة مواقف ولا هي بقوة بطن وجاب الضناها والرجال ما تبي من يدلع حوي داريها الرجال تبي من يواصلها وما نساها وصدقني كلمة الطيب من تخسران فيها وهي لبعض مرضى النفوس شفاها وقت الشدايد الملاهيف تدور من يوافيها وش قد صعب العيون وش قد صعب عيون الرجال في بكاها خلك أول من يعينهم ويبديها مرض كل واحد يطيح بمصيبة وهو ما بغاها الله مثل ما خلق الدنيا ترى فانيها يا رب لك الحمد في شدها ورخاها والموت أرض كل نفس الدنيا تعطيها وما تخلدها حضور المجاميع في عزاها تخلدها في عائلة الخير المحد يستثنيها والكل برحمة والمغفرة على هالنفس رماها نصيحتي يا أخوك الناس تدور من يجاريها وما تبي من قطعها وجفاها والناس ما بحاجتك والله مغنيها وقد أفلح من تزكى وقد خاب من دساها. أحسنت أحسنت طيب الله أنفاسك جزاك الله خير. الله يحفظك الله أجورين أخواني. على يعني تقريبا باقي خمس دقائق على نهاية هذا البرنامج وحاول في هذه الدقائق الخمسة نلخص كل ما قلناه في هذا اليوم. نطلب من الأخوة يعني مثل ما قال تفضل الشاعر اللي توه تسهيل أمر الزواج وإيجاد الحلول لتزويج الشباب. وأنا الصراحة أحيي سماحة الشيخ الحبيب
حضرت كذا عقد يعني عقد سماحة الشيخ، طبعا سماحة الشيخ الحبيب عنده ماخذ عهد على نفسه انه يزوج وما عنده طلاق، ما يطلق ما الطلاق يقول ما لي شغل زين. ولكن العقود اللي شفتها انا في بعضها شهدت عليها في زوج سماحة الشيخ الحبيب معظمها المهر هو مهر شفت انا مهر الزهراء عليه السلام، شفت قرآن فقط قرآن كريم صحيح، وفي بعضهم قرآن وحجة زين. ومعظم المهور اللي عقد لهم سماحة الشيخ الحبيب قرآن حجة مهر الزهراء عليه السلام، يعني كلها بسيطة. لأن شنو واحد يعني لما يجي رافضي يتزوج سماحة الشيخ الحبيب طبعا هم معطيك هم المحاضرات ومتقذب هذا المنهج الرافضي، فتلقاه دائما جاي واللي جايبها هم مقتنعة في أنها تتزوج واحد رافضي على باب الله ما عنده فترضى بهذا المهر. فأحيي صراحة الناس اللي دائما اللي يتزوجون عن طريق سماحة الشيخ الحبيب، ويا ليت كل الناس. في أحد الأخوة هني زوج بنته لما جاء خطب واحد تدش قال له مهرها انك تلعن ابو بكر وعمر وعثمان وعائشه ما شاء الله زين. هذا الرجال تشقق زين، قال هذا الحين اعلنهم مني الباشر زيوني يلعنهم زين زيوني عايد زوجو يلا زوجو كلنا ان شاء الله نلعنهم وهند وامن احسن احسن بعد زوجك. انا بس احب انوه راح نزوجها خلاص توكل على الله. بس احب انوه للاخوان رسائلكم كلها يعني فيها قيمة وأمور كثيرة المفروض تنقال، لكن الوقت ودائما الفاتورة هي اللي تضايقنا. لو إحنا ما عندنا هذه الفاتورة كان قدرنا على الأقل نقرأ أكبر قدر من الرسائل، وكثير رسائل تهردني أخوي عبد الله من أخوان والأخوات اللي يطلبون المساعدة، منهم أرامل، واحدة تقول هي إيرانية من زوجها عراقي وزوجها معوق وتريد مساعدة وكثير. ولكن تعرفون يا أخوان إحنا إمكانيتنا في هيئة خدام المهدي بسيطة جدا، وتشوفون على الشاشة الآن إحنا نطلب التبرعات لتسديد الفواتير لقناتين حتى يبقى هذا الصوت. ما عندنا إمكانية يا أخوان، كثير من الرسائل توردنا ساعدونا ساعدونا وساعدونا، ولكن إحنا نحاول بقدر ما نستطيع أن إحنا نسوي شيء لكم. لكن أنتوا أصحاب الخير الأخوان اللي أصحاب الأيادي الخيرة تساعدنا بالبداية حتى يكون عندنا مثلا إذا تخلصنا من فواتيرنا لو يكون عندنا مثل هذه المشاريع. إحنا فعلا لو هذه القناة مثل ما تفضل كان قدرنا نساعدهم، لكن للأسف لو هذه القناة تقول متمكنة ماديا وما تحتاج أنها تطلع تبرعات شهريا كانت هذه برامجي للتبرعات. نسوي مثلا حملة مدتها شهر كامل لمثلا تزويج الشباب، نعم. حملة كاملة نعم. مدتها شهر إنشاء صندوق لمساعدة الأرامل. والله لو هذا موجود أنا عندي اثنين ذولا أتمنى من الله نكون أزوجهم وأخلص نعم. إن شاء الله. المهم جزاك الله خير الجزاء. على العموم أخواني أنا صراحة هم ترى قاعد تجينا الرسائل، ولكن الرسائل اللي هي تتوجه على هذا الهاتف حتى لا يعني حتى لا يصير تشتت للموضوع. الرسائل كلها تتوجهني. على العموم في نهاية هذا البرنامج نشكر كل الإخوان اللي تداخلوا واللي تبرعوا لهذه القناة واللي شاركوا في هذا البرنامج، وإخواني اللي موجودين هني جزاهم الله خير، أثروا هذا الموضوع بخبراتهم بتجربتهم، ناس أكبر من عندنا سن وعندهم خبرات. وإحنا لما هني في هذه الديوانية نحاول نطلع على كل الثقافات، لما تكلمنا على موضوع الزواج حاولنا نطالع الثقافة العراقية الحجازية القطيفية، وإن شاء الله كل مرة نتكلم على موضوع يهم هذا يهم الرافضة بالدرجة الأولى ويهم المجتمع كله. نطلب من عندكم إخواني المسارعة لتسديد هذه الفاتورة وإيصال تبرعكم عاجلا إن شاء الله. نشكركم إخواني، شكرا بارك الله حبيبي جزاك الله خير. هذا ما لدينا اليوم وباقي لي لا نستغفر الله لي ولكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أحسنتم.